سامعين وشايفين وجاهزين كل ذا الليل اهتراجينا نقول زد رصيدك منبع للمبدعين زد رصيدك. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين والمشاهدات في حلقه جديده من كلام اليوم. معي انا هاني عنزي وضيوف الدائمين حاتم الشهري علي الغامدي وليد الشنبلي. زمان يا فن، لا ما في كلام اليوم، الحين بوريكم شيء ما شفتوه. حياكم الله جميعا واهلا وسهلا بكم. حقيقه يعني مو بحق كلام اليوم ذيك، في شيء كان يصير في مواسم زد رصيدك السبع الماضيه، اختيار المتسابقين مقابلاتهم، هذه اشياء ما كنا نصورها. المرة ذي قررت إدارة القناة تصوير الشيء اللي ما كنتوا تشوفونه، كيف نختار المتسابقين، ليش اخترتوا فلان، بناء على ايش اخترتوا فلان، بتشوفون الآن بناء على ايش نختار المتسابقين، شيء ما كنتوا تشوفونه سابقا اليوم بس يظهر للإعلام. في لجنة، هاللجنة ذي منوعة، فيها فواز مدير القناة فواز الحارثي ينظر بجوانب إعلامية، يتكئ على خبرة برامج زد رصيدك من تأسس القناة اليوم، فيها أيضا دكتور المنصور من جانب نفسي شاركني أيضا وشارككم في حلقات كثيرة من كلام اليوم وبرامج أخرى على قناة بداية وعلى غيرها، ينظر من جانب نفسي. سبيل أيضا عندنا خبير في السوشيال ميديا ومعروف، شخصية كبيرة وقامة إعلامية، حيقيس جانب السوشيال ميديا وتفاعل المتسابق مع السوشيال ميديا. حاتم الشهري أديب له تجربة جميلة في النقد في كلام اليوم، حيقيس مدى تقبل المتسابق للناقد، حضوره حيكون الصوت الأول لما يكون في شاعر يناقشه يسمع موهبة الشعرية. حنا في برامج زد رصيدك الماضية كل مالنا ترتفع ذائقتنا الشعرية أيضا وذائقة الصوت وذوائقنا للسماع القصص والحديث. برامج زد رصيدك جالس ترفع الذائقة عندنا. تشوفون كيف النسخة الماضية مثلا من زد رصيدك كان عدد الشعراء نوعية الشعر، صار الجمهور يميز بين الشعر العادي والشعر الرفيع والراقي. كل هذه الأشياء وغيرها راح نشوفها فيها التصفيات. بيكون دوري أنا وعلي الغامدي ووليد الشمري مراقبة الحلقات معكم ونعلق عليها. ما حنا في اللجنة، حنا ناس خارج اللجنة، راح يكون دورنا التعليق النقد. مهارتنا طبعا معروفة مثل ما انتم عارفين، حيختلف الدور هذا، مرات علي حيعلق، مرات انا حعلق، مرات حيعلق وليد الشمري على بعض الحلقات. بنحاول يعني ننظر عن بعد في الاستديو هنا عكس اللجنة كانت تواجه المتسابقين. اللقطات اللي حنشوفها لأول مرة، ودي اني اشوف الحلقه قبل واعرض عليكم، لكن انا بشوف الحلقه كامله معاكم واعلق، كذلك وليد وعلي، فما في احد منا حيكون محضر، حنشوف ونعلق معكم. على غير العاده كوني ما احب المقدمات اللي اعطيت مقدمه طويله، لكن متفائلين ومتحمسين معاكم لزد رصيدك لتصفياته. خلونا نبدا بسم الله بالتصفيات قبل ان نبدا بزد رصيدك، يلا. من ينادينا ترانا حاضرين، إيه يا جمهورنا ومهما يصير راح نمشي. حال متسابقين جوا كذا يشرب البيالة كذا، فحنا نحب ندخل عليهم قبل ما يدخلون اللجنة، بندردش معهم بنسولف بنشوف وش الأجواء، اللي بو خوف بنخوفه زيادة، واللي واثق من نفسه بنعطيه، بنخليهم يدخلون كذا قليل. بسم الله. شغل اليوم أنا وعلي الغامدي وولد الشمر يا أصدقاء كلام اليوم سابقا، مدري بعدين فواز يسوي فينا، لكن هالمجموعة هذه راح يكون شغلنا التعليق على هذه المقاطع. ما أحب المقدمات، ودي نبدأ على طول نشوف. مرحبا بك، إياك الله. حالك من ربع؟ يا هلا، حياك الله، عرفنا بنفسك. أخوكم عبد الله بن مرهب البقمي شاعر. نعم. تحبون تعريف كامل ولا الاسم بس؟ لا، عطنا تعريف من عندك مختصر. والله أبد، خريج جامعة الملك سعود، أعمل في مجال العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية.
أنا تخصصي كيمياء عامة، ولكن الدورات اللي عندي كلها في الإدارة. شاعر، أنا أحب أحضر دائما أن أكون شاعر. يعني العمر؟ العمر 40. ما شاء الله. شاعر نظم محاورة؟ أوه، هذا ملعب حاتم. طبعا حاتم موجود في اللجنة، يمكن حاتم يغطي جوانب إعلامية، وفي جانب مهم طبعا تعرفون عن حاتم، جانب الضغط النفسي، محزن فشل. شوف فواز بعد حيغطي جانب إعلامي جيد، يعني له اختيارات. ايضا الدكتور المنصور والله كلها بس محترف يعني في النظم. في النظم سمعنا يعني. الله يعين اللي على الصبر يحتال، تميبه الدنيا وضيع دليله، غرتني الايام مع بعض الازوال اللي مخاواها ما يثمر حصيله، لين اقتنعت ان الحياه ام الامال، اهل الوفا مع ما تركها قليله، قبيله تحشم علشان رجال، ورجال يوجع من فعوله قبيله، ورجل علشان الخوي يرخص المال، ورجل يدينه عن خويه بخيله، ورجل يغيب وغيبته تبري الحال، ورجل اليوم غاب تلقى بديله، ورجل يقدم والسبب حفنه اموال، ورجل تقدمها اليمينه الطويله، ورجل يجي ديكور بشماغ وعقال ومراجل على الخدم والحليل. سلام. بيتك الأخير ملغم، لكن أنا بالنسبة لي ما أقبله خصوصا العجز، لكن المحاورة، عندك شيء بالمحاورة؟ وش ملاحظتك حاتم؟ وش ملاحظتك؟ يقول أن المراجع على الخدم والحليلة، ما يعني أنا أشوف أنه في الشعر أخوك. أنا أقول يعني تستطيع فقط أنه في إنسان فقط ديكور، انت بصيغه مبالغه انه هذا الشخص انه انا ذكرت اكثر من نوع من الرجال، وهذا النوع الاخير اللي هو لا يقدم ولا يأخر، وفقط يعني مراجله على الخدم الحليله، مو معناته انه يخطي عليهم، فقط امره ويظهر في الموقف هذا ويغيب في اماكن مطلوب فيها ظهور الرجال. جيد، هذا 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 تبرير جيد. محاوره لعبت مع أحد؟ والله لا، أنا أقول لك دائما أنا أجد نفسي أني شاعر نظم أكثر، مع أني أنا أجيد المحاورة والعرضة والشقر كل الأمور هذه، لكن أجد نفسي وتجربتي كلها في شعر النظم. سمعنا قصيدة ثانية. والله حاتم ناوي للأمانة، أنا ما حضرت شيء، لكن أجيب لكم من الطارف. شاركت قبل في مسابقة؟ أي نعم، أنا حصلت على مركز في شعر المليون النسخة الخامسة. أي مركز؟ مركز الخامس. يقول ما عاد تهيض غناي الحزين مهجرسات الدوح، ولا كل الظنون اللي تمر تهيض أشجاني، يبو وجه تبسامة خدين الورد يوم يفوح، لقيتك فاخر الدرب الطريق وصلت وصرت عنواني، جذبني برقك اللي في دجاليلك سراله ضوح، 8 سنين وعروقي وريفة وانت ترعاني، بعد ما ضيقت سود النوايا صدري المشروح، خذ رد العتب بعيوني الثنتين ولساني، عتاب عيونك الخرس الوسيعة ما هو المسموح، حرمت كسم الظنون بعيد، لو أغراك هجراني، ولو 7 حروفك تكتب أشواق وتقراني، أنا أول من تغزل في ملامح وجهك المملوح، وفيك آخر قصيدة ترتمي في ساحل أحزاني، وأنا اللي علمك كيف الهواء له فصل دور سروح، بغيت أعلمك كيف أحتفظك غير ممدان. صح الله لسانك. أنا بالنسبة لي اكتفيت شعري. أنا عند عبد الله، حياك الله. الله يسلمك. شاعر معروف وممثل وطن، وتشرف فيك أنك تكون موجود معنا. الله يسعدك. وأنت يعني نقول من الاعلام والشباب الموجودين في الساحه. العمر 40 وما عمر، يعني الاعمار على قولهم كل عمر بميزاته. ما كملت يعني 39. اي طيب، بيكون في البرنامج اعمار 19 سنه و23 سنه، يعني لو دخلت 36 سنه كيف بيكون؟ هل ترضى تكون انت مثلا تعامل انك الكبير الموجود، ولا بتندمج انت وعايش الجو؟ انت اليوم قدامنا رسمي وذا طبيعه اللجنه. لا لا، اكيد لا، انا لي زي ما قلت لك يعني انا حبيت اخوض التجربه. ان عندي تجربه اكيد، في شباب جدد ومتحمسين ومقبلين، واكيد لازم كل برنامج وانتم مثلكم عارفين وكل مكان يكون في ناس خبره ممكن يعرضون تجاربهم. هم يعيبون على الخبره انه ملول،
ما يقبل بعض الادوار، ومثلا يعني حتى لو شف بيلعبون بيجي لعب مثلا وبيجي مثلا احيانا مطارد وبيجي جري، انا اعرف هذا مو بجوك ولا بيصير، لكن مو معقوله كل فعاليه بتصير انت ما بتكون موجود. هذه المعادله كيف بتحلها؟ انا ما ادري ايش فعالياتكم بالضبط كامله اللي انتم حاطين. انت جاي من مقناص؟ اي نعم. زي الجو اللي عشتوه هناك بس بيكون مصور. بالعكس، انا على قولتهم انا ابو الشباب كلهم. يا سلام. انا فلاوي وابو الشباب كلهم. صار اني بتطلع منك. وبالعكس دائما تلقاني قيادي في الموضوع هذا، ومن اول الناس المبادرين، احب المبادره، وانا رجل يعني عايش في العلاقات العامه والعمل المجتمعي والتطوعي. دبلوماسي عبد الله. أنا لازم الدبلوماسية هي لا دبلوماسي في فرق بين على فكرة الشاعر لازم يكون دبلوماسي وهو عنده هالموهبة، يعني الشعر كله دبلوماسية، الشاعر يقدر يوصل أفكاره يوصل. إلى الآن ما في أي شيء جذبني، أحس أنه كلام على قولة فواز دبلوماسي، ما نجد أشوف شخصية متسابق، أشوف شخصية شاعر ما نختلف عليها شعريا، لكن الى الان ما اشوف المتسابق. ما ادري من اللجنه اللي ما ادري من اللجنه بيحرك هل ما عاد شيء له. عندي بس سؤال، هل لك هدف معين؟ يا سلام. او شيء تطمح له من المشاركه هذه؟ انا ودي يعني احسن عندي موهبه سواء في اللي هي في الشعر، او بما اني انا كثير كثير يعني دربت يعني طلاب صيدله وطلاب كليه تقنيه وعندي خبره في الحوار وفهم الشباب وكذا، احس اني ممكن اخذ التجربه هذه. ورسالتي الاولى عن طريق الشعر اللي هي ممكن يعني الواحد من قصائده الوطنيه ولا الاجتماعيه واللي يستفيدونها من الناس، وبقناة بدايه بيني وبينك مش بيني وبينك على الهواء يعني صراحه جاذبه ولها متابعين، ويحرص الواحد انه ممكن متابعين. من الاشياء اللي يبحث عن عبد الله متابعين عشان ينشر مثلا؟ اكيد. جميل. انا اراهن قناه البدايه هي الاولى في المتابعه، وهي تطلع نجوم، وبشرط انه يكون النجم طال عمرك يخدم نفسه يعني ويظهر بالظاهر بشكل لائق. عبد الله اللي انت تعطينا غير النظم، اي شيء اي لون غير النظم، حط محاورة وخلاص. ترى يحب المحاورة. محاورة المشكلة قلت لك أنا ما حضرت، يعني ما حضرت. أنت داخل كشاعر. لكن أنا حريص إني أول شيء إني قابلتكم، وحريص جدا يعني تعرف الواحد بعد التجربة هذه حاب يعني يتوجها يعني أكيد إنه ما عاد عنده نفس يخوض تجارب أكثر، لسبب إنه خلاص. هذه يعتبر انا الان اعرض تجربتي يعني اللي هي نضجت، وزي ما قلت لك انا سعيد جدا اني قابلتكم، وانا متاكد اني واحساسي الداخلي اني انا حقدم ما يرضي الجمهور. ودائما يعني انا حريص على الاختيار في النصوص والاختيار في الظهور. احنا حريصين وعرض تجربته. احنا حريصين ابو ياسر، انا ما اقطع كلامك، حريصين على ظهور امثالك، وانت اليوم واصل المرحله اللي ما فيها غلط، يعني المرحله اللي عارف انت ليش جربت هالمكان وليش بتخوض التجربه. المرحله اللي وصلت لها انت من النجاح لازم تتوج بقمه جديده. يعطيك العافيه ابو ياسر. شكرا شكرا جزيلا. الله يرضى عليك. الله يسعدك ان شاء الله. أنا ما فهمت نقطة، يعني عبد الله يقول أنا تابعت القناة وودي أتوج في قناة بداية، أنا تجربتي نضجت ودي أعرضها في قناة بداية، أنا ودي أشارك في قناة بداية، يعني ما أشوف تجربة نضجت ولا ودك تشارك. وبعدين في نقطة مهمة، قالوا لك إنه في رياليتي في شغل، قال أنا ما أدري وش فعالياتكم، يعني ما أنا ما أدري، جالس أشوف إنه فيه يعني في تردد في الشخصية، شخصية الشاعر ما نختلف عليها، لكن اتوقع لو كان في رياليتي بتكون شخصيه متردده جدا. في شخصيات مو بعد العمر، يعني شوف مثلا ابن عمره مثلا ما كان ترى عمره كبير، يعني انا بالعمر اكبر من ابن عمره سنا، لكن في التجربه كان جيد، ما له دخل العمر ابدا في التجربه. في شخصيات كثيره كان عمرها كبير بس ما بعد عليها، في شخصيات يعني ما اشوف العمر له اي علاقه بالموضوع، العلاقه بالروح. في ناس عندها روح، سعد الدوسري كان عمره كبير جدا لكن عنده روح، كانت روح شباب. سعود غريبي كان عمره كبير بس فيه روح شباب. ما أدري كيف تبين هذه، أنا ما شفت مقاطع اللقاء هذا، ما يطمني عن متسابق راح يخلق شيء جديد.
احس انه شخص بيجي يجلس معنا، ما ودي اضرب امثله متسابقين ثانيين، بس احس انه شخص بيجلس لجت فقره الديوانيه ولا الخيمه ولا فقره زي كذا بيقول قصيده، لجت جلسه بيرفع نفسه عن النقاشات وعن الرياليتي وعن كذا، بس ما غير بيجلس في ذيك الجلسه اللي عند المسجد ذيك اللي يجلسون عليها ويقول قصيد، بس ما نجلس نشوف شخصية أبو الشباب اللي يقول عليها بس. ومن ينادينا من ينادينا من ينادينا. يا أهلا وسهلا، الله يسعد أوقاتكم بالخير مشاهدينا الكرام. أنا زياد الشهري معكم إن شاء الله طيلة الأيام القادمة في لقاءات نأخذ ردة الفعل الأولى للمتسابق بعد ظهوره من اللجنة، نسأل عن اللجنة، أعضاء اللجنة، الأسئلة، أشياء يتمنى أن قالها وراح عليه الوقت، نسبة توقعاتها بدخول برنامج زد رصيدك النسخة الجديدة القادمة، هالمكان حيكون فيه ردة الفعل الأولى للمتسابق. معي أنا زياد الشهري، خليكم معنا. من ينادينا من ينادينا من ينادينا. الله أعطاني القلب وجسمي الصلب، أحيانا أقول أبيه وأحيانا ما بيه، يا أهل القلوب القاسية من شرى قلب لو تدمى عيون العصافير تدميه. عبد الله يلا حيه وصح لسانك، من اللي تسبب لك في قساوة هالقلب أو كان قاسي قلبه معك؟ دورات الليالي والأيام هي تسبب القسوة وتتعدل وتجي قسوة ويجي لين ويجي القسوة ولا هكذا. طيب عبد الله من تعتقد كان في اللجنة قلبه قاسي؟ والله لا، أنا أقول لك اللي كان قلبه حنين، القلب القاسي عطني اللي قلبه حنين وأنا بطلع القاسي. فواز الحارثي يعني كان حسيت وكذا اندمجت أنا مع أكثر يعني، وكان لين أكثر، وهم ما قصروا كلهم وجميلين كلهم إلا معنا يعني. عبد الله ما شاء الله قامة شعرية كبيرة، لك اسمك في الساحة الشعرية وفي الساحة الإعلامية بشكل عام، لك صولاتك وجولاتك، تواجدك ورغبتك في البرنامج هذا إيش السبب أو الدافع الأول، ومن عراب عبد الله اللي يقف خلفه؟ أول شيء عرابي شعري إن شاء الله بإذن الله، لأنه هو الموهبة اللي ممكن تقدمني، وأنا شاركت في البرنامج عشان أزيد رصيدي، لأنه هو زيد رصيدك وأنا قاعد أزيد رصيدي. طيب عبد الله من 10 كم تعتقد انضمامك لهالنسخة إن شاء الله؟ 5%، 5 من 10. طيب. لأني ما أدري شيء اللجنة رغبتهم، قد يكون الشروط انطبقت علي ما انطبقت علي، لكن أنا يعني أعتقد أني قدمت نفسي بشكل جيد وممتاز يعني. طيب. عبد الله رجع بك الوقت برا شوي 5 دقائق 10 دقائق ورجعت للجنة، في شيء كان في خاطرك ودك تقوله ولا أسعبك الوقت؟ نعم، كان ودي أني حضرت القصائد أكثر، لأني لما جيت لاني جاي من سفر وكذا فتوقعت اللقاء مختلف يعني، يعني تفاجأت انه فيه اللجنة وطلبوا قصيد وشعر، لكن الحمد لله يعني كان لقاء لطيف وجميل يعني انا راضي عنه يعني. الحمد لله على سلامة وصولك يا عبد الله، الله كتب لك دخول البرنامج ان شاء الله اذا الله اراد ويسر، انت ان شاء الله ما تكون بخيل مع الجمهور، لان من يوم بدأ اللقاء ما اعطيتهم ولا نظرة، اباك تطالع في الكاميرا وتقول لهم ما اشوفه شايف من البدايه يعني، عشان تعرف برامج الواقع يقول لك لا تركز على الكاميرا كثير، فانا لا عندك خبره والله اكيد. من اللي قاعد تستقي منها الامور؟ اشوف يعني اشوف برامج الواقع كذا دائما يقولون، فعني يعني طيب. ترى يعني بس. طيب عبد الله الجمهور قدامك، ايش تقول لهم وايش توعدهم بعد ما يسر لك الله سبحانه والانضمام لهالنسخه؟ اتمنى انه اول شيء التوفيق لي ولجميع الزملاء، وأنا متأكد بإذن الله أني راح أقدم شيء يرضيهم، أنا قاعد أرتب أموري وأرتب أوراقي بإذن الواحد الأحد، إذا تم قبولي راح ترون ما يسركم وراح يكون إن شاء الله خلفي جيش عظيم بإذن الله. متفائل لك بخير على المستوى الشخصي؟ الله يسلمك، هذا من ذوقك والله يجعلنا عند حسن الظن عندك وعند الأخوان في إدارة القناة وفي إدارة البرنامج والجمهور الكريم، سواء أن دخلت أنا أو أحد زملائي فكلهم مرشحين يعني انه يدخلون التنافس الجيد، لكن يعني انا بلعب بالخبره ان شاء الله. قهوه ابو حنشل، القهوه العربيه الاصيله، مغسوله بطريقه خاصه وسهله التحضير، اضف الكميه المناسبه حسب الرغبه واضف عليها الماء المغلي ورجها شوي وكيف راسك. عز يا مال العز، صب لي قهوة لأنه في ناس ودي أسولف معهم. خايفين
هم خايفين ما أدري مرتبشين. أنا مودي أنا أضرهم عشان أعلمهم إني أنا جايهم، فأعطنا قهوة عشان أمخمخ عليهم. طبعا قهوة أبو حنشال. شكرا جزيلا لك يا حبيبي. بسم الله وعلى بركة الله. وراه تبيه يا أخو؟ وراه ما تبيه؟ وش تبي أنا؟ أنت جاي هنا مو عشان مايك وكاميرا وأشياء حلوة؟ لا عشان مايك، جاي يسوي لي مقابلة. طيب المقابلة فيها مايك؟ ما بدون مايك. لا لا بيركبوا لي جلسة هي لا مايك وكاميرات وشغل. إن كان لك تبي تهون تقدر تمشي. بالله عليك. إي والله. والله أنك بديت توترني. بسم الله. ترى بعطيك موال. موال. بس موال على خفيف عشان ما يطردونا يعني. أنا وياك. عشان ما يطردونا. إي أيوة والله. أسلم. هون لا لا روح. سوي تست قبل ما تدخل. وش أقول؟ أي شيء. قرب المايك عندك وحاول تعطينا هروج زينة. قرب المايك. وراك خايف منو أنت؟ المدني وترني. يقول الله يرجيك. يقول أجيب لك من الأبيات اللي أنت يعني تناسب كذا. أحسك تحب الحزن. أي والله حزين أنا. حزين. أي والله حزين. يلا عطنا. يقول بس دقيقة مو مشتغل ولا شغال. لا اصبر. اي خلاص خضرة. اي انا ترى ما اشوف مع الجنب. اضحك وانا قلبي من الحزن مكسور. مكسور ما ودي اكسر خاطر اللي يجيني. يجيني الناس يلحقها معاناه وقصور وانا ما احب ازيد حزن الحزين. الله الله. اما وصفت لحالته طب دكتور. ايه ولا جبرت الخاطر بكلمتين. كلمتين احيانا امثل ضحكتي واضبط الدور واحيانا حزني يفضح دمعه عيني. نساه. ما اعرف اولف هرج والف ودور بس اعرف ان افراق الاحباب شيني. شيني. ما يتركوا جرحي مضمد ومستور. ما حد ينضم جرحي الا يديني. يديني. الله الله سلام. هي طويله بس اني ضيعت فيها. هو هذا تست. هذا بس يعني مبدئيا يعني. اي بس عندهم والله لو توقف هنا على طول يمسكونك الباب. لا ما عليك يا رجال جاهز. هذه ترى بس عرفت المقبلات. مقبلات ذي ما في مقبلات هنا. هنا على طول دسم. فالدسم على طول تدخل على الدسم للمهمات الصعبة. هذه جاهزة بس نجهز بس. اي جاهزة. طيب خلي المايك معك لين تدخل عندهم. انت صادق؟ الله الله كذا روح خليك طيب. وحاول تاخذ تستات مع نفسك قبل ما تدخل. عرفت؟ وخذ راحتك. ها اغني انا ابى اروح. ما تاخذ راحتك انت اخذها معك. لا 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 معك المايك. لا لا معك المايك خلوا معك. والله ابن حلال صدق. طيب اصلا ما مش علينا الحاجات كده عشان ننزل تحت. ادخل اقعد هنا. تمام سم. وترني ذا بمايك الله يرجع. اعطيكم موال. طيب ابشر بس بزعجهم يمكن يطردوني. ترى اذا يمكن يطردوني يمكن اغني ويطردوني. ترى انت المسؤول. المايك معي ولا معك؟ معك. خص الله يمتحن عدوك. اذا طلعوا الحين قالوا مني غني بقول هالرجال. حقول معي مايك وبقول هذا معك عشان اوهك كنت وياه. اقول معي مايك يا اخو قدامي. طيب يقول هذا صور من جد. والله انك نصاب. والله يصور. والله يصور. لا لا فكرة. وقف 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 التصوير. سلم عليهم. وقف التصوير. سلم عليهم. ما يدري شو السالفة. والله ما يدري شو السالفة. عايش ضامنا ما أخذ راحته وما يدري إنه صور. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. يا مرحبا. يا أهلا وسهلا. مرحبا. الحمد لله السلام. الله يسلمكم ويرضى عليكم. عاد انت جاي على قولهم ان شاء الله احنا مريحين على قولهم نختم اللجنه ختام امسك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. عرفنا باسمك ومواهبك وخبراتك. ناصر الرزيني. نعم. شاعر ومنشط طبعا. العمر؟ العمر 31 سنه. سمعني يا ناصر. وش بغيتهم بس قصيد ولا؟ شاعر نظم محاوره ولا؟ نظم يوم محاوره وانشاءات ايضا بعد. سمعتنا قصيده. يقول حنا على الخوة نسوب المواجيب ومبارة الخوة محنا بحاجة لو جيهنا قيمة والصدورنا غيب ما الله خلقنا ريشة في عجاج
للطيب طيب وللمودة تراحيب وللجد حد وللسماجة السماجة أبعد عن اللي لا زعل ينكر الطيب اللي تقلب عشرته مع مزاجه الراق رقاها طوال المراقيب وانضاق ضيقها على دناته حاجة ما هو صحيب اللي ولا نيدها صحيب حتى لو أنك اليوم تواجه حرص على اللي خوة خوة الديب لما أحد ما حنطليق نحجاج يفز لا من جات منك المعطيب شاعر ما يحتسب واضح ان شكل حاتم زعلان خلاص شاعر محتاج يلا هنشوف هنشوف شيء عشان ده هذا تحفظ شيء من محاورات محاورات لك والله اني ما احفظ لاني انا اول ما بديت كشاعر محاوره بعدين اتجهت للنظم ثم للانشاء طيب ابو فزع برامج الوقت انا ما اعرف كذا شعريا ان واحد يبدا محاوره ثم يوقف يقول استوب محاوره يلا نظم خلص نظم واستوب نظم يلا انشط هي تجارب تتخاط مع بعض تحفظ محاورات لك لا والله ما حفظ جواب بسيط يعني بس الواحد اذا ضاع يبدا شوف حازم كيف زعلان واقع ناصر هل هي داخله من باب الدراسه ولا زخم اعلامي وتواجد وتبي تتواجد فقط لا غير يعني انت قاعد اسمك معروف وموجود في السوق ممكن يضرك الظهور في البرنامج والله انا حريص اني ادخل واقدم شيء يعني يخدمني ويفيدني ويظهر لي للجمهور كذلك أنا يعني مهو بثناء على نفسي لكن أجد دائم في التعليقات وكلام الناس أنك مظلوم إعلاميا مظلوم فهودي أنا أشوف وش عندي ممكن أقدمه للناس يعني طيب يا ناصر 90 يوم تصبر بدون جوال بدون بإذن الله تعالى طالما الإنسان ولعب وطبخ وفله عندنا مشكلة طالما ما وصلنا للمكان هذا غير نبي على قولتهم نكسب رضا الجماهير نسمع صوتك شاد هي طبعا هذه شيء قديمة تقريبا في يمكن نزلت في 2007 تقريبا أبنشدك يا صاحبي ليش هالصدى ثلاثة شهور ما شفناك يا الغالي يلي تجيب الخبر لا انت له وده مرسول من خاطريك السكر الحالي قل لصاحبك حزين طول هالمدة أنت نسيت الخوي ولا يوا أنا صرت ما أرحم متسابقين استرحم الدكتور ما يا جماعة حاتم قلب الموضوع شعر حاتم شو السالفة خلاص مو بكل ما داخل واحد يعطنا قصيدة كله طلب قصيد نشيد قصيد خلوا الدكتور يعني ذكرت بحور جاي شعر محاورات بعد خلينا نشوف الدكتور وش يقول حتى كل شوي يجي الدكتور يقول انا ما ادخل في الشعر خلني اشوف الرجال يا جماعه خلينا نشوف بيشوف احد ولا لا الله يعطيك العافيه الله يعافيك شكرا ناصر شكرا ناصر يعطيك العافيه تسلم الله يعافيك يعطيكم العافيه طيب الدكتور يا جماعه حاتم فواز يا اخوان ايش يعني عطوا الدكتور خلوه يبدا مره واحده يا اخي انا الى الحين ما شفته يبدا خلينا نشوف الجوانب النفسيه خاف بكره احد يصيح علينا في البرنامج ولا شيء خلنا نجلس نبض من الحين ترى انت الغلطان يا حاتم انا بيشبون عليك انت انا ما يدخل اتوقع اذا احد جاي هاوش ولا رفع صوته بتكلم معه انا حاتم ومن يناديناك من يناديناك من يناديناك ناصر نقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان هالجلسه وهالثقه كانت رده فعل طيبه اللي حصل عند اللجنه باذن الله تعالى ان شاء الله وكل شيء عند رب العالمين ونسال الله الخيره في الامر مهما كان ناصر ايش توقعاتك لقادم الايام هل في خبر جميل ولا باقي في كفاح ومواصله للطموح والله ان شاء الله ان ربي ان شاء الله ان شاء الله يرزقنا بالاخبار الطيبه دائما يعني سواء في هالمجال ولا في غيره نتمنى من رب العالمين ناصر لو رجع الوقت شوي لورا ورجعنا للجنة في شيء تتمنى انك تضيفه؟ لا والله لا ابد كل اللي عندي انا قدمته على قولتهم عندنا الكثير بس يمكن الوقت ضيق عند اللجنة بس قدامك اذا الله يسر 90 يوم ما هي بكثيرة يا ناصر لا ان شاء الله باذن الله تعالى ما هي بكثيرة على اللي ان شاء الله عندنا وفي طموحنا ان شاء الله باذن الله عز وجل من 10 كم تعتقد انه حيذكر اسمك وجنب رقم تصويت ودعم و90 يوم وتعب وليالي شتاء ولا في جوالات تقصد في نهايه يعني في البرنامج نفسه كم تتوقع من 10 نسبه دخولك ان شاء الله نسبه دخولي والله ما يعني لكن اقول 9 ان شاء الله الله يجعلك على القوه ايش تقول للكاميرا والمشاهد اللي امامها
أقول بإذن الله تعالى انتظروا إن شاء الله كل جديد وكل مميز إن شاء الله من خلال هالقناة بإذن الله عز وجل. بنعيش ما دام الولي كاتب نعيش في موطن الواقع والأحلام خداع يا غمرة الهجاس والنفس هلعة. السلام عليكم. مساك الله خير جميعا. يا اهلا وسهلا. هلا بك سعود. هلا بك. عطنا الاسم ونبدعك. مرزوق الروقي. نعم. مالك سعود شاعر سعودي بكالوريوس اقتصاد واداره. ما شاء الله. عندي تجربه مقدم برنامج على اذاعه بي سي اف ام، برنامج مراسي، برنامج شعري طبعا. البرنامج حصل على المركز الاول في مهرجان الخليج لاذاعه التلفزيون. تجربة شعرية الحمد لله، عندي ديوان صوتي وديوان مقروء، طبعا طبعت من جزئين بفضل الله وكرم. العمر 36 إلى 37. العمر هو كان بيجاوب ما شاء الله عليه منطلق، يعني قال عرفنا بنفسك، شفت اللي قبله قال عرفنا بنفسك، قال اسمي فلان، مش كلمت ما يعرفك بنفسي، هذا ما شاء الله قال كل شيء. أنا متوقع أنه بيقول لوكيشن حق بيته مصر. سمعنا يا مرزوق. أنا بما أن اليومين هذه نعيش فرحة كلنا، فرحة ذكرى اليوم الوطني، آثرت أني ألقي لكم قصيدة وطنية أفخر فيها وأتمنى أن تحوز على رضاكم. يقول: تنفس الصبح وانفاسه خذتها الصدور، اللي يدور بلفح القيض حلو المهب، هبت بركته على أمه بوقت البكور، في ديرة منزلتها فوقها مسحب، الديرة اللي أهلها ما لحقهم قصور، أهل الوفاء وأهل المعروف وأهل الشباب، جيت أستعيد الزمن وأقرأ ما بين السطور، من قول جدي وبوي ومن صدوق الكتب، ومديت للفكر فالوقت المقفي جسور، وحولت من قبل قرن وعشر وسط العرب، وعبرت لدروب معها يستحيل العبور، ومن بين أهل نجد والعارض ثنيت الركب، ومريت في أسواقهم والعصر غير العصور، وجلست أشوف المواقف كلها عن كثب، هذا قاتل وذا يبطش وهذا يجور، وهذاك معجوعها عياها المرض والتعب، حياتهم بائسة وأيامهم في دبور، بين انقضاضة مغير وبين قبسة لهب. وجانا البشير يعدي، جانا البشير يعدي والعلم علم السرور، قال أبشروا بالزعيم اللي يفك النشب، جاكم معزي قوي الباس وافي الشبور، قد سل سيف الصلاح وجاي قود السرب، سيل وردكم سيل الشر أقبل وجه السعد وجه النكد، من حجب عدل وبدل ولا لحقه بعمره، فتور طالت يمينه على الكايد وسوى العجب، لهيبتن لهيبتن منها لعداء تلوذ الجحور، هيبة فعل ما هي بهيبة هروج، وصخب لا قيل من فارس ألف الريس، قلت مخبور ولا قلت عنه، يقولون العرب ما كذب، من علو همة ومن حكمة ومن طيب شور ومن جل حكمة ومن حنكة، وطيبة نسب أمر الله اجتث بذرة زارعين الشرور، ومن سار بأمر الشريعة بغلب من غلب، ومر الزمن والبلد تنعم بخير وحبور أمن ومعيشة رخاء وانعام ما تنحسب، واللي وضع الاسم شعبه في المعالي حضور يستأهل لنا نحطه بين عين وهدب، أشرق غلاه بقلوب الشعب بشعاع نور، تغرب شموس وتفيض نفوس قبل غرب، وانقلت عبد العزيز انقلت عبد العزيز اهتز في الشعور، من يقدر يوصف التاريخ يا اهل الادب، معين حبه غذا شعب بذكر فخور، لو ينهلون الخليقه كلهم ما نضب، قلته وانا اليوم امر مع الشوارع وادور ما بين خضر الزروع وعاليات القبب، واقول يا سيره الراحل نسيمك عطور تهب قلوبنا دايم بحلوى المهب. سلام. يا سلام. يا سلام. الشاعر الجميل اللي له تجربه اعلاميه جميله ومتابعينك يعني. الله يحفظك. مرزوق، ليش اخترت برامج الواقع زد رصيدك قناه بدايه؟ والله انا اقول للامانه يعني بدايه اسمها بدايه لكل خير وتوفيق. يعني ما شاء الله كل من مر على بداية ما شاء الله تبارك الله يعني أخذ من الخبرة وأخذ من التوفيق وأخذ من الحظ الطيب من كل شيء ما شاء الله. فأنا يعني متابع لبداية من سنوات. الجمهور داخل في المسألة؟ ما أسمع. الجمهور داخل في المسألة والزخم اللي بيصير داخل في الموضوع؟ مو هو بكله، لكن كتجربة وكتحدي أنا أعتبرها باختصار يعني مشاركة في بداية تتويج لمرحلة في أي موهوب، مش شاعر بس، يعني هي تتويج لمسيرته. يعني
بداية بداية كل خير المشاركة في بداية تتويج. يا أخي عطنا الزبدة تتويج ولا بداية؟ هذه مشكلة اللي ما يحضر، مو اللي ما يحضر، اللي يسولف ويفكر مع بعض. بداية بداية كل خير، وإن شاء الله أني ببدأ فيها بداية تتويج المسيرة. يعني لا تجينا أو لا تجي الجمهور بداية القناة بداية بعقلية النجم، فكرة النجم ذو التاريخ وأنا هنا سأتوج، لا لا بالعكس، هذه بداية فعلا. برنامج زد رصيدك بداية جديدة لك، بعد زد رصيدك نبغى نشوف إيش عندك بعد، مو بينتهي ترى، مو بتتويج، ما في حفل في الأخير يقولك مع السلامة ويعطيك العافية وروح بيتكم، لا، بعدين تبدأ في السوشيال ميديا. نبغى مثل هالقصيدة ومثل هالحضور يخدم الوطن في كل مكان. بداية مو بتتويج، بداية كل خير مثل ما قلنا. الشاعر، المنشد، أي شخص عنده موهبة، أنا أعتبر بداية يعني هي التتويج الأهم في مسيرته أو موهبته. الله يعطيك العافية. مرزوق، الإقامة في القرية 90 يوم فترة طويلة، وأنت ما شاء الله يعني ثري، يعني صراحة يعني سبق لك التقديم، وأنت ضعت على ما أعتقد أنه، أنا مالي بالشعر، لكنه رمز من رموز الشعر، ولك برنامج في أحد القنوات. هل تستطيع أنه البعد عن الحياة الخارجية والسوشيال ميديا المدة طويلة مثل 3 أشهر؟ أكيد بيقول أكيد أقدر، كلهم بيقولون أقدر. السؤال هذا دقيق وجميل جدا، حلو، والدكتور يعني يمكن ما يبغى الجواب، يبغى ردة الفعل بس. نشوف، خلينا نشوف ردة الفعل، وعندي تعليق. انا والله انا فيه جزء في شخصيتي يمكن المغامرة، احب اغامر، ولكن انا للأمانة حاب هالتجربة، وشيء يعني يفخر اي شخص بالانتماء اليه، سواء 90 يوم او اكثر، يعني تجربة. يا اخي ما ادري ليش احس اني بلقى معك جوال، ادري المغامرة، احس ان المغامرة في تهريب الجوال، مو المغامرة في ما في ابد، الواحد يبعد عن جوال ما في اي مغامرة في الموضوع، بس انا مغامرة. أتوقع أنها ما تمل بحكم أني كمتابع قبل ومتابع الفترة هذه، يعني أنا أقول التجربة هذه أنا دارس، يعني سابر أغوارها من كل الجهات ومن كل النواحي، وشايف البرنامج سابقا، شايف التفاصيل. صحيح طال عمرك متابع وشايف البرنامج وشايف الله يوفقك، شايف الشباب اللي قاعدين يطلعون، وشايف أكيد الجمهور اللي عندهم والزخم، وشايف صحيح المهرجانات هو المحتوى بشكل عام، يعني أنا أرى فيه يعني شيء فيه وعي، فيه فكر، فيه ثقافة، فيه حتى إضافة للمتابع بشكل عام، مش للمنتمي للبرنامج فقط. أنا ما أدري شاف كلام اليوم ولا لا، هذا أهم سؤال في الموضوع. أسألك مرزوق الحين بالوقت القرية، إذا الله وفق في لعب كورة وفي طبخ لك بذا الأمور ولا؟ والله أنا عندي جوانب يمكن ما أقدر أكشفها الحين للأمانة، يمكن بخليها خطط سرية يعني بإذن الله، يعني غير الكلام اللي قلته هذا، عندي إن شاء الله أشياء أنا ما أقدر أقولها. يعني أكيد ما في فرق كبير، يعني أشياء ما تبي تقولها تحس أنها بتقدم لك إضافة، أو هي إضافة وكانت تحدي كنت ما أبغى أبديه الفترة اللي راحت. سبحان الله أنا أتوقع الفرصة جت إني أقدمه بشكل لايف على قولتهم. إذا الله يا سلام، في أشياء في حياتي إني ألعب كورة وأسمع الشباب وأطبخ، أشياء في حياتي لا لا، إيش يعني إيش مالها أشياء في حياتك؟ ترى نبيك تأكل وتشرب وتعيش معنا عادي، ما في أشياء سحرية بتسويها لنا، إلا إذا كنت بتبين لنا الجوانب البشرية حقتك، كونك إنسان تأكل طعام وتمشي بالأسواق زينا، ما أدري هذه يمكن نشوفها منك. يعني ما عجزت أفهم يا أخي فكرة إنه في جوانب خاصة في شخصيتي، ما في أحد عنده جوانب خاصة، ما أدري وش أشياء سرية، يمكن أشياء هم سألوا قالوا تاكل، يعني بتعيش مع الشباب زي ما يعني زي جو الرياليتي اللي يصير في القرية، قال في أشياء سرية بكشفها عني. أوفق يعني هي كانت يعني مجرد مواهب بيني وبين نفسي، فيمكن تحس أنك ترفع أسهمك في القرية. أكيد بإذن الله بإذن الله. الله يوفقك، تفائل بالله سبحانه. الله يوفقك، شكرا لكم، شكرا لك. ما عجب حاتم، شوف كيف يلعب بال، ما عجبه، شوف كيف يشخبط. شاعر محترف يعني، واضح انه شخصيه محترفه، ما يحتاج كلام، بس هل هو يتماشى مع الشباب الصغار اللي في القريه؟ يعني لولا انه شاعر نقول صعب عليه، الاعلامي اللي متعود على القنوات صعب، لكن الشاعر تراه مرن شوي ولا يقدر يعيش ويتعايش مع. لا حضوره جميل جدا، عجبني حضوره، حتى كاريزما الدرجه النهائيه. اي نعم، حاتم يغش الدرجة بعد. ومن ينادينا، من ينادينا، من ينادينا. مرزوق هذه بدايتها. حيا الله مرزوق. الله يبقيك، يا مرحبا ومسهلا، مساك الله بالخير.
لا الله كتب لك إن شاء الله دخول القرية. أول شيء تحطه في بالك إنك تكسر السماعة حقت الجوال عشان ما يدق وينكشف أمرك. والله مشكلة صراحة، هذه معلومة جديدة. أنا كنت ما جايبة معي على نياتي. والله شوف أنتم شطارة دكتورة مرزوق. كيف كانت اللجنة؟ والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أنا أشوف أن الأمور طيبة بإذن الله. يعني كانت أسئلة جميلة وكانت الإجابات إن شاء الله إن شاء الله أنها في مستوى الجمال اللي هو اللي بدأ منهم. ويعني قدمت قصيدة، يعني سألوني عن الشعر وقدمت قصيدة والحمد لله. مرزوق أحيانا الحظ، يعني نشوف في حياتنا بشكل عام أنه في ناس حظهم على قولتهم يكسر إيش الصخر. وين حظ مرزوق أنا؟ والله أنا أقول إن شاء الله أنه يفلق الجبال إن شاء الله. تعتقد أنه إن شاء الله في النسخة الجديدة؟ بإذن الواحد الأحد أتمنى إن شاء الله، وإن شاء الله الأمل بالله كبير. بناء على ردة فعل اللجنة والقبول اللي شفته من الإدارة والأخوان والسوالف معهم، كم تعتقد من 10 نسبة دخول مرزوق للقرية؟ والله شوف كل شيء يعني بيد رب العالمين سبحانه. أنا ما أعرف أقول الأرقام، لكن يعني ما ودي أقول رقم معين، لكن متفائل جدا جدا جدا. أحتاج منك رقم، يعني لازم 9.9. الله يعطيك طموحك ويحقق لك أمانيك. مرزوق إيش تقول للمشاهدين، إيش توعدهم؟ طبعا هاللحظة وهاللقاء حيكون على الشاشة وحيكون على اليوتيوب وحيكون حاجة إن شاء الله بإذن الواحد الأحد المرزوق يتشرف بها، وهي امتدادا لحياه ومسيرة جميلة كانت المرزوق على أرض الواقع في خدمة وطنه ومجتمعه. اللقاء هذا إيش تستغل هالوقت وتقول للمشاهد؟ أول شيء أنا أصلا لم تقول شيء يضيف لي، أنا أول شيء إضافة لي أني يعني جلست معك حبيبي وتواجدت على قناة وطنية وقناة جميلة جدا مثل قناة بداية اللي كلنا نفخر فيها للأمانة. وأنا يعني شفت بداية كمتابع، وإن شاء الله أكون كمنسوب من منسوبي البرنامج يعني أقصد، لكن أتمنى أني أنا وزملائي اللي يدخلون يعني أيا كانوا أنهم يقدمون شيء يليق بهذه البلاد الطيبة الطاهرة ويليق بالإعلام السعودي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ يا هلا وسهلا. طيبين إن شاء الله. الله يحييك. عادنا الاسم الكريم. ماهر العطاك. والله ألف نعم. عادنا وأبدع عنك. أبدع طال عمرك، مقدم حفلات ومناسبات. ما شاء الله. وتغطيات في المهرجانات والحفلات والزواجات واجتماعي والحمد. كلهم مقدمين حفلات اجتماعات. وين هذه الحفلات؟ هذا ودي أشوفها وين. ما أدري يعني. يعني الحين قدمت في مدرسة أنا أصير مقدم حفلات. لك وش الضابط الموضوع مقدم حفلات مسرحيات لقاءات سنابات؟ خاف يجي واحد بعد شوي يقول عندي حساب في السناب وسولف الحمد لله. ما أدري إيش يعني. إذا جيت اللجنة لا تجي تجيب كلام ما هو يعني ما هو كذا، يعني أبغى شيء أقيس يعني مرصوص يعني كلام مقدم حفلات مهرجانات. وين ما ترى نعرف مهرجانات محب ها محب للإعلام مقدم مهرجانات حفلات. عندي حساب سناب شات، عندي حساب انستغرام، عندي حساب تويتر الحمد لله، لينكدين عندي صفحه فيه. ما هذه والموهبه اللي انت تركز عليها انه ممكن تقدم كل جمهور. شوف شوف حتى السؤال جاء بالاتجاه هذا، قال عطني حدد انت وين رايح، وش الموهبه اللي تبغى نقدمك؟ مو مقدم حفلات مهرجانات. والله ان شاء الله ما دام كسبنا محبه الناس وصلنا احنا وصلنا له، واحنا الان في اكبر تونا ما بدينا. بسم الله ذكرتني بواحد ثلاث يوم برنامج يقول بصفتي اعلامي، ترى تونا بالتصفيات يا استاذ كسبنا محبه الناس من الحين ودخلنا اكبر برنامج. ما دخلنا للحين والله، حتى انا ما ادري بيقدم كلام اليوم ولا ما اخذ كلام اليوم، دخلنا على طول وكسبنا محبه الناس. التفاؤل هو انت تفاعل، تفاعل انك تدخل برنامج، مو تفاعل انك كسبت محبه الناس. كسبت انا اتمنى والله انت كسبت محبتي صراحه مع الهولي والذي، بس ما ادري يعني محبة الناس هذه تعتبر أثر من حاجة صارت. يفترض إنه في شيء قدمته وبناء عليه كسبت محبة الناس. كسبنا محبة الناس وشاركنا في أكبر برنامج. كاني باقي تقول وحصلت على توجت يعني حصلت على فارس رصيدك. اللجنة تحب الإنسان الواقعي. لأنه إحنا برنامج واقع. أعطني شيء واقع. ترى هذه أشياء بسيطة لا تتوقع اللجنة ما تلاحظها. المجموعة اللي تستقيم تلاحظ كل ردودك. هو المطلوب مو بأنك تعرف تسولف كثير، يعني الحمد لله الكون فيه ناس كثير عندهم ألسنة ويسولفون، لكن نبغى نشوف ردودك. هل أنت مستوعب للسؤال؟ تجاوب صح معانا في الجو. بعض الناس
صدقني هو معاك لكن مغيب خلاص يعني ضايع خايف قدام حاتم الله يعينه لازم يخاف يعني بس يعني حاول انك خلينا نشوف يعني التحديد كيف راح يكون نهج اعلامي قوي جدا ممتاز ممتاز بس انا اقصد انه وش عندك بتقدمه شوف ما زال يقول لا اقصد وش عندك بتقدمه عطني احدد ثاني مره يسالك نفس السؤال حدد اي واحد بيقدم على برنامج لازم تحدد لي تقول لي انا وش موهبتي بالضبط نهج اعلامي هذا مو جواب نهج اعلامي قوي اثار قويه وجود حضور كله كلام عام ابغى تفصيل خلينا نشوف سبيل ثاني مره يسره يعني تبعت متسابقين وش الشيء اللي بتثبت نفسك فيه والله تقديم الحفلات وتقديم الفقرات رجعنا تقديم الحفلات تقديم الفقرات المشاركة في فقرة المطبخ إن شاء الله راح أدخلكم في شروم في كلام اليوم أتكلم معهم إن شاء الله في فقرة الديوانية راح أكون جالس ضمن الحضور في البرايم في المطبخ يمكن أدخل السجن يوم في البرايم ممكن يختار أني تختاروني أدخل البرايم أطلع إيش هذا تقديم الحفلات تقديم الفقرات يبدو لي أنك مو عارف وش تبغى بالضبط خلينا نشوف ها أخذ اللقاءات والإنشاءات ترى أنا متحمس مع الشيلات كم عمرك يا ماهر؟ 29 والشهادة؟ إعلام بكالوريوس علاقات عامة يعني أنت مقدم أنا تقول أنا المكان اللي وصلت له وش وصلت له؟ شف رابع مرة يسألون وش المكان اللي وصلت له؟ أنت رايح وين؟ أنت إيش تبغى؟ رجعنا لتقديم الحفلات والفقرات ولقاء يعني رجعنا هنشوف تقديم الحفلات والفقرات والزواجات كم لك تقدم؟ تقريبا الآن سنة ونص لسنتين طب عطنا شيء قدم الحين إذا قالوا لك قدم ولا عطنا أعرف أنهم ما لقوا شيء يبونك تورينا شيء أنك يعرف أنك تستدعي تقول أنا شاعر والله طب عطنا شعر ممتاز تقديم حفلات لقاءات الزواجات يلا عطنا الحين قدم سوينا شيء واضح أن المسألة وصلت مرحلة متطورة بشوف خلينا نشوف يعني بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أما بعد أيها الحضور الكرام أيها الحفل الكريم مشايخ وأعيان القبائل وجهاء وأعيان رجال الفكر والأدب أهلا وسهلا شرفتونا وجهاء أعيان رؤساء مشايخ أخوان كيف حالكم هذا المساء نحتفل بكم في ليالي من ليالي العمر في ليالي من ليالي ليلة ما تحتفلون اليوم بس ليلة واحدة مو بليالي من ليالي يمكن قصده العرس أيام ما كان ثلاث أيام يعني الزواج ليالي من ليالي العمر خلنا نشوف خلنا نكمل المقدمة ونتمنى لعريس هذه الليلة السعيدة أن يتم له الفرح والسرور وبحضوركم أنتم نهنئه ونهنئهم جميعا نهنئه ونهنئهم جميعا الدكتور شكله رقد يا جماعة شوفوا كيف يعطيك العافية جميل ماهر حياك الله صراحة كانت مقدمة جبارة نهنئه ونهنئه الحين قالوا لك قدم أبهرنا قم وقف تكلم ناقش اللجنة لغة جسد ما فيه أعزائي عيان قبيلة نهنئكم ونهنئهم ما ادري منهم نهنئهم ذلك ليالي من ليالي العمر لغة الجسد مهم انت لما تقول لي انا مقدم لازم توريني لغة جسدك لازم توريني كيف صوتك يرتفع ثم ينزل كيف سرعتك كيف لازم تقنعني انك مقدم اما جالس كذا وتقول لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة اما بعد اعزائي المشاهدين ما هو بتقديم لازم حضور شف لاحظ السؤال كم مرة جاء وش موهبتك وش موهبتك وش موهبتك اخر شيء قدم كان تقديم عادي صراحة الله يبقيك اللي في السي في موجود انك تغطية سناب شات تحديدا ايوه الان حاليا تغطية سناب ماسك سناب يعني استمرت على المنصة حتى بعد بداية ترجع للسناب شات وتغطيات بعد بداية بعد ما ان شاء الله تنجح وتدخل مثلا وبعد البرنامج تكمل على السناب شات صحيح؟ نكمل على السناب اوكي وكمل. طيب اعطيني اساسيات التغطية انا اليوم عندي تغطية مثلا محل معين بغطي فيه وش اللي اول شيء انت تسويه؟ والله يا فواز الله يطول عمرك وعمر الحضور شيء الزوايا تكون مركز على في بعضهم يقول لك ابغى في ضيف مهم ابغاك تركز عليه نجي مع الزاويه وتختار طبعا كاميرا جوال في ناس يقول لك كاميرا الفيديو او كاميرا الكام متعبه شوي كاميرا الكام متعبه كاميرا الجوال عرفناها طيب تصوير الحين هذه المواهب مواهب واحد خلف الكواليس مين مواهب نجم اني اعرف اصور
مو مواهب نجم هذه، اني يعني اعرف اصوره اسوي تغطيات، يقولون لي في ضيف مهم ركز عليه، هذه مو موهبه، المفروض انت اللي تقدم رصيدك، انت الضيف المهم اللي يركزون عليك، مو بانت اللي تركز. حيث تجد نفسك سيجدك الناس. خلينا نشوف. ها، فاحنا تعودنا على تصوير الجوال، فالزوايا مهمه تختارها وتجهزها وانتاج طيب، فكسبنا محبه الناس وكسبنا محبه الجميع، وصلنا الى المكان اللي هو باذن الله انه يكون نقله رجعنا، كسبنا محبه الناس، كسبنا محبه الجميع. تونا يا استاذ هذا التسرع، انا لما اشوفك متسرع وتعتبر نفسك كسبت المحبه وصرت نجم ووصلت للمهام، الى الحين من الكلام اللي تقول لي اياه انا كنت اصور وكانوا يقولوا لي انتبه للضيف ذا، خذ منه التقاطات جيده. طيب وين كسبت محبه الناس؟ ما اشوف كسبت محبه، الا كسبت محبه ذاك اللي اعطيت تخفيض، ممكن اللي سويته تغطيه تكسب محبتي لو سويتي تغطيه ومجانا والله. ما شاء الله باذن الله ان تكون في الناظرين ان شاء الله. ان شاء الله وياكم ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا لك، شكرا لكم الغالي. حتى اللجنه ما علقوا اللجنه، واضح انه الموضوع كان عادي جدا. كسبنا محبه الناس، دائم يتقدم نفسك اللجنه، يعني حتى من نظرة عينك وحضورك ثقتك بنفسك، لما يقول لك يعني شوف اللجنة ما لجأت الكون هنا تقول لك عطني موهبتك ولا ورني، إلا أنه خلاص ما لقوا، سألوك سؤال مرة مرتين ثلاث، ترى جزء من هالنقاش بكرة في البرنامج، ترى الإعلام رسالة جزء منها مستقبل بعدين مرسل، فإذا أنت ما تعرف تستقبل الرسالة جيدا ما راح ترسلها الناس جيدا، إذا أنت ما أنت فاهم كلامنا، ما أنت فاهم سؤالنا، ما هي موهبتك؟ ما انت عارف تجاوب على السؤال ده ثلاث مرات اربع مرات، كيف بتستوعب الرسائل اللي يفترض توصلها الناس وكيف حتوصلها الناس؟ ومن ينادينا من ينادينا من ينادينا. اسمه بالنسبه لي انا حرك داخلي شجون كبير وجمال لانه مميز، وباليالله تلقاه ماهر، اعتقد انه يملك المهاره وله من اسمه نصيب كبير لو لم يعطيها الله سبحانه وتعالى لهالابتسامه اللي قادر انه يكسب فيها قلوب البشر اللي يواجهونه. ماهر يلا حيه. يا هلا اخوي زياد، شكرا للمقدمه الجميله، وانت اعلامي جميل والله بامانه، يعني فاجاتني بالكلام هذا، فترى نقدر نبدل جعل عمرك طويل. والله يا ماهر نتكلم ما في قلبي، يعني احنا خلينا في المهاره لك. جعل عمرك طويل، والله اني تكلمت باللي في قلبي. ماهر كيف كانت اللجنه؟ ايش توقعاتك؟ كيف كانت رده فعلهم؟ بامانه نبض قلبك هل كان واثق ولا اهتزفت فيه ثقه شوي؟ الثقة أول شيء من الله، ودعاء الوالدين بالشرك، والحمد لله الثقة مزروعة بالشرك، واللجنة أحسن ما يكون بأمانة، وحنا عندك الحين وعسى الله يزينها. لا أمورك زينة معي إن شاء الله، ما أنت بلاقين إلا إن شاء الله، ما بكون لا مثل أخواني وهم أطيب مني إن شاء الله. أنت منصف ما قلنا الكلام ذا يا زين. يعني عمرك طويل، أنا أبد مثل أخواني في اللجنة وكلنا مكملين لبعض، وأنتم نجاح أصلا أي موسم يعرض على الشاشة. ماهر إيش تقول للمشاهد؟ أقول انتظر ماهر تشوف كل شيء بإذن الله قريب. كنت مقدم حفلات ومناسبات، والان لدي حساب في سناب شات، سناب حفلات ومناسبات، تقديم زواجات لقاءات، حبيت اكون ملم مع الجمهور ولله الحمد. ايضا غطيت مهرجانات زواجات مناسبات، فحاب اوصل من طلاقة قناة بداية الى مستقبل، يعني على قولهم واعد، فباذن الله نكون مع بعض ان شاء الله في المستقبل الواعد باذن الله. طيب ماهر سؤالي الاخير لك، من 10 كم تعتقد انه حتكون في القريه وتقابل هالكاميرا وهالمشاهدين 90 يوم او اكثر؟ ما حد يقيم نفسه يا ابغى رقم. لا لا ليش طلبت منك؟ بناء على رده فعل اللجنه تشوف انهم راضيين ما هم راضيين، كم تعتقد من 10 انه حينذكر اسمك وجنبك رقم تصويت؟ من 10 وجنبي رقم تصويت؟ ما حد يود نفسه تحت، الا 10 من 10 ان شاء الله. الله يجعلك على القوه، ودائما فالك طيب، ودائما ابتسامه ان شاء الله تضفي لحياتك جمال. وياك يا زياد، والله ان تقابلنا معكم يا شباب انها شرف كبير، اشهد الله. والقناه ان شاء الله لها جمهورها الكبير والجمهور الجميل وجمهورها الايجابي، الصدق انا اسميه الجمهور الايجابي بامانه. مرحبا حياك الله. هلا والله. الحمد لله. السلام. الله يسلمك. شلونك؟ طيب والله بخير. كيف مرتاح؟ اموري تمام لله. واضح انه مرتبك، ابو فزاد يحاول يمتصل كيف حالك؟ طيب بخير؟ يبغى يلتقي ترى انفاس. الله يعطيك العافيه. وش عرفنا بنفسك؟ نبدا بسيطه وبعدين اتكلم عن خبراتك ومهاراتك وعن حياتك بعد تكلمنا عنها. شوف هذا السؤال مفتوح، عرفنا بنفسك، تكلم عن خبراتك وحياتك بشكل عام. الحين انا اتوقع الان انه باخذ 3 دقائق دقيقتين اسمع كلام
اللجنة بتركز على موضوع السرد، كيف الانتقال من موضوع الموضوع، كيف اسلوبك في الحديث، كيف حضورك. احنا برنامج واقع، خلينا نشوف كيف كان. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي محمد بن عبد الله البلومي. نعم. جامعة الامام. تخصص خدمة اجتماعية. هنا اذا بدأوا يدفونك تخصص عمرك، اعرف ان ما في انطلاق، ما في حديث، ما في حضور. السؤال الاول كان مفتوح تماما، اسمك، خبراتك، حياتك، كلمنا عن نفسك. انا قلت لك ان كنت اتوقع ان نسمع دقيقتين ثلاث دقائق، ما سمعنا 30 ثانية. أبلغ من العمر؟ لا. العمر؟ العمر 29. عملت مستشفى دلة كاستقبال. أوكي، أنت اليوم جاي تقدم كمتسابق؟ نعم. وش بتقدم وجاي تقدم نفسك أنك إيش؟ منشد، شاعر؟ صراحة ماني في المجال لا إنشاد ولا الشعر. حلو. أنا مجالي أحب الإعلام صراحة. حلو 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 حلو، مجالي أحب الإعلام. ودي أفهم هذه شلون أحب الإعلام دي، علمني شلون. كلنا نحب الإعلام والله، كل الناس تحب الإعلام، بس اسمع يعني وش مجالي. هذه مجالي أحب الإعلام، أنا بروح أقدم على نادي كورة وأقول أنا مجالي أحب الكورة. لا، نادي الكورة يبغى لاعب، الإعلام يبغى إعلامي، ما يبغى أحد يحب الإعلام. خلينا نشوف، خلينا نشوف إيش معنى أحب الإعلام. أنا ما ودي أتسرع، جالس أحاول إني ما أتسرع والله. ودي إني أقدم أصير إعلامي، شيء يكون مميز الصراحة. وفي الإعلام، الإعلام يقدمك إنك إيش؟ يعني أنت حاب الإعلام والإعلام إن شاء الله بيحبك، بس إيش تبي تكون في الإعلام؟ أبي شيء يكون يهدف المجتمع الصراحة. حلو. شيء يهدف للمجتمع، شيء أبي شيء يهدف للمجتمع. هذا ذكرني بواحد كان يقول أن تكون هدفي أن وشو ذاك حق غازي كان زي كذا، أن تكون ما نسيتها والله، وش الهدف ذا؟ ما فهمت الهدف حقه. خلينا نشوف، ممكن الهدف عادي أعيد أفهم الهدف يا جماعة، ما أدري، ما فهمت الهدف. شيء يكون كويس في المجتمع. أنت لك في صيانة الجوالات، كان إيه لي صيانة جوالات. إيه نعم. أنت قصدك تسوي مبادرة مثلاً صيانة جوالات؟ إيه مبادرة كأن صيانة جوالات في القرية. حلو. كيف الواحد يسوي صيانة بالجوال بنفسه في البيت؟ ما في جوال بالقرية، ما في جوال. إلا كان يعني يجون الشباب جوالات، ما أدري كيف. ذكرتني في ناس جو سووا صيانة جوالات مرة وفقد الجوال، فتوقع ما بيعيدون هالشيء، ما بيجيبون جوال عشان ما ينفقد. لكن هذه موهبة يعني تسويها مرة في 90 يوم غيرها. طيب بدل ما يروح محل أو يروح ذا، موجود عنده ويسوي له صيانة هو بنفسه نهائيا. تحس بكافي الشيء ذا انت عشان بس المبادرة؟ والله ودي أقدم اللي يصير في يدي الصراحة. إيه اللي بيجي معي بقدمه، ودي أقدم اللي يصير في يدي، اللي يجي معي بقدمه. طيب حنا نبغى نعرف وش اللي بيدك عشان كيف يعني. أنا ما، أنا لو كنت في اللجنة كان علوم صراحة يعني. بس ما خلينا نشوف حاتم، أتوقع حاتم لازم يتكلم في هذه اللحظة يعني، لازم ينطق الحين. يعني أنت الحين ما تبغى تكون مقدم ولا معلق صوتي ولا وشو بالضبط؟ يعني حبك للإعلام شيء جيد. كمقدم. مقدم؟ إيه كمقدم يعني أظهر في التلفزيون. أي ممتاز، بس أي تقديم تقصد؟ تقديم تلفزيوني ولا منابر ولا حفلات ولا مسرح ولا وش أي تقديم؟ مثل ما تقول الحفلات، التلفزيون. حفلات وتلفزيون؟ إيه. طيب ممتاز، اختار يا حفلات أو تلفزيون وقدم لي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طبعا الحفلات، معكم محمد بقمي، حفل قناة زد رصيدك 8. لا 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 لا، ما قناة زد رصيدك 8، هذا قناة بداية، برنامج زد رصيدك 8. ما أنا ما قد شفت مقدم يقول سلام معكم محمد بقمي حفل زد رصيدك، ما هو ما يقول معكم حفل، ما يقول كذا أبدا، في تسلسل. برضو أي واحد يقول له قدم، ما أبهرنا يا أخي، قوم قدام اللجنة وقف الله يعطيكم العافية بتكلم، ارفع كاميراتكم الله يعطيكم العافية بتكلم. أنا ما أقدم وأنا جالس، أنا ما قد شفت مقدم حفل يقدم هو جالس، إلا ندوة يمكن، ما أدري.
بإشراف مدير القناة الأستاذ فواز الحارثي ومعالي الشيخ عبد العزيز. نقدم معكم هذه الفعالية ونبدأ معكم. أستاذ تقال للوزير ومرتبة الوزير، لكن الحين إذا بتقدم أنت في تسلسل، هذه بشكل عام في الحفلات، إذا بتبدأ أبدأ بمالك القناة ثم مدير القناة ثم كذا تسلسل كذا يصير. مو بهذه النقطة اللي لازم نعلق عليها، النقطة اللي لازم نعلق عليها نقطة الحضور. متسابق رصيدك قدامه 90 كاميرا أو أكثر، عنده 90 يوم و100 يوم رياليتي 24 ساعة ظاهر على الهواء المايك. إذا أنت في اللجنة وجلسة بسيطة وأنت عارف ومحضر إنه في ناس تناقشك، كيف بتسوي في كونفشروم بكرة؟ كيف بتسوي مواقف صعبة، ضيف في الديوانية طلب منك، ما أدري الأذان كيف بيكون؟ أستاذ أبو كيف الحال؟ عساك طيب محمد. شوف كل ما يمر عند واحد يقول كيف الحال، عساك طيب، ترى لاحظ إنه هالأسلوب هو أسلوب تهدية، واضح إنك مرتبك، حنسين هديك، كيف حالك؟ طيب، إيش أمورك؟ بخير؟ نبغاك تهدأ، تأخذ نفس وتجاوب. المفروض اللجنة ما تسألك الأسئلة دي أبداً، كيف حالك؟ طيب ما تسألك إياها، المفروض تدخل معك على طول في النقاش. أبسألك، عندك بالتواصل مواقع التواصل الاجتماعي حسابات سواء؟ إيه أنا عندي حسابات. وين فيه؟ في عندي في تويتر، عندي في سناب، عندي في الإنستغرام. طيب المحتوى اللي أنت تقدمه يختص بشيء معين أو منوعة؟ لا لا منوعة، ما في شيء معين بالضبط كشيء معين أقدمه، ما في منوعات. يعني أنت تقول الآن أنك تهتم بالإعلام أو كذا، هل سبق أنك قدمت شيء على افتراض بالسناب تغطيات إعلامية أو شيء؟ الصراحة لا، ما قد قدمت. ممتاز، الله يوفقك. دكتور وش اللي بتراهن عليه محمد في القرية أنك تكون واحد من النجوم البرنامج؟ بأي ناحية بالضبط؟ فهم إمكاناتك، الأدوات اللي تملكها. أنت قلت تحب الإعلام، الإعلام إيه؟ كل إنسان يظهر بالإعلام يجب أن يكون له رسالة ويكون له أيضا موهبة، مو شرط موهبة شعر أو إنشاد وغيره، لكن يكون موهبة يستطيع من خلالها يقدم نفسه أو يقدم الرسالة اللي يبغاها، بيكون بشكل جاذب للجمهور. إيه يقدم نفسه مثل المبادرات اللي مثل المبادرات الاجتماعية، المبادرات الإنسانية. جميل، كيف تستطيع تقنع المشاهدين بهذه المبادرات الإنسانية والاجتماعية؟ بالمحتوى اللي عندي. إيه؟ مثل وش المحتوى اللي عندك؟ هذه الأسئلة، كيف، وش، ليه، وين، حد. إذا اللجنة توصل معك أنها تستخلص منك الكلام، كيف بكرة نستخلص منك المشاركات في رصيدك؟ كيف نستخلص منك رياليتي؟ سد رصيدك يبغى له شخص مبادر، هو اللي اللجنة ما بدها تسأل، واضح من أول سؤال سأله فواز عرفنا بنفسك، كلمنا عن حياتك، عن خبراتك، كان سؤال مفتوح، كان يحتاج جواب طويل. لكن إذا أنا على كل سؤال بأخذ جواب كذا بسحب الكلام، ما ترى في رصيدك وحوش ناس تأخذ الكلام منك، تأخذ الهوى عنك، ما بتصيح بكرة تقول وين أنا أو ماني موجود، بتصير بينك وبين المتسابقين مشاكل تحت الهواء طبعا، لأنه يمكن ما تجرؤ تناقشهم على الهواء. لازم في زيت رصيدك تكون الشخصية مبادرة، هي اللي تبادر للنقاش، هي اللي تفتح المواضيع، هي اللي تناقش، هي اللي مو بالشخصية اللي ينتظر أحد يحركه عشان يجاوب. طيب حركناك وناقشناك وسألناك سؤال واضح ومحدد، جاوبني بكلمة. طيب السؤال مفتوح، ما يبغى نعم ولا، ما يبغى بخبراتي وحب الإعلام، يبغى نقاش يا أخي. لجنة دي القصص الملهمة اللي صارت مثلا لشخص معين، زي مثلا ما نقول مرض السرطان لما يصير له قصة تجربة مع الكيماوي زي كذا، وبعدها يتشافى، هذه بحد ذاتها قصة ملهمة. تمام. يعني كيف الصبر. طيب إذا أنت يعني بتوعي الناس للمرض السرطان بالكيماوي وأنت ما تملك يعني أي معرفة عن الكيماوي، يمكن تكون رسالة سلبية، يمكن تخوف الناس. صحيح. يمكن الناس ما هو فقط العلاج الكيماوي هو العلاج الوحيد، في طرق علاجية مختلفة إشعاعية وكيماوية. صح. وأيضا في أدوية وغيرها. فكيف أنت تقدم رسالة ما تملك المحتوى الثقافة اللي تملكها من هذه لهذا اللي أبغى؟ طبعا أبغى أبعدك شوي عن المحتوى لأنه ذكرت لي أنه يعني ما عندك، أتكلم أنه كيف
تقنع الآخرين، كيف أنت تكون يا محمد أفضل من غيرك في تقديم مبادرة إنسانية أيا كانت يعني تعز لك تقديمها؟ يا سلام على السؤال، كيف تكون أفضل من غيرك في تقديم مبادرة؟ سؤال واضح ومحدد، خلينا نشوف جواب. وش اللي تملكه من وسيلة، من شخصية، من كاريزما، من جذب، وش اللي تملكه؟ على دراسة المحتوى اللي عندي اللي بقدمه، لازم يكون الشخص ما يقدم شيء لازم يكون دارس عنه قبل وفاهم التفاصيل وتفاصيل الحاجات اللي بيقدمها للجمهور. هذه نقطة ممتازة. حلو، فبعدها يقدر على اللي فهمها من الدراسات اللي سواها والأبحاث اللي سواها، يقدر أنه يجذب الشخص اللي قدامه ويقدر أنه يقنع بالحاجة هذه. عافاك الله محمد، يعطيك العافية، شكرا لك. طبعا ما جاوب على السؤال بس يعني عافاك الله، شكرا لك، الله يعطيك العافية. يا هلا وسهلا، يلا حيهم، لازلنا مستمرين في لقاءات المتسابقين والمرشحين اللي لا زالوا يقاتلون ليصلون لحلمهم والالتحاق بهالبرنامج للاستمرار في الحياة الإعلامية بالشكل والمنظور اللي هم حابين يخدمون فيه الوطن والمجتمع والموهبة كذلك. معي محمد البقومي، خلينا نشوف ايش صار عند اللجنة. محمد يلا حيه. الله يحييك يبقيك، يا مرحبا ومسهلا. محمد ايش اللي صار عند اللجنة؟ يعني جلست عندهم حوالي 7-8 دقائق وهذا وقت اعتبره طويل مقارنة ببعض المتسابقين اللي يطلعون بدري. والله مناقشات، حوارات، أسئلة، ما أسئلة، هذا ممكن اللي خلى الوقت يطول شوي. طيب محمد، تشوف إنه المهارة أو الموهبة اللي قدمتها عند اللجنة تعتقد في رأيك الشخصي إنه كافية أنها توصل؟ نقول إن شاء الله بإذن الله. إيه بس. طيب محمد، إيش الشيء اللي أنت تتمنى إنه يوصلك مستقبلا، يعني توصل له في الحياة الإعلامية؟ ما أدري الصراحة، لكن نقول إن شاء الله. السؤال بطريقة ثانية، محمد بعد سنة من الآن الله كتب له الالتحاق بالبرنامج إن شاء الله، دخل البرنامج وطلع بجماهيرية عالية جدا، وين راح أشوف محمد بعد سنة؟ إن شاء الله بإذن الله راح تشوفني في كل مكان. الله يجعلك القوة دائما وأبدا. من 10 يا محمد كم تعتقد دخولك البرنامج إذا الله يسر؟ بعد توفيق الله دعوات الوالدة نقول إن شاء الله ممكن 7/10. طيب محمد الكاميرا أمامك، الجمهور متعطش يبغى يسمع ايش توعده فيه بعد ان يكتب لك دخول القرية ان شاء الله. حاب أبلغ الجمهور تحياتي لهم وأقول لهم بإذن الله القادم أجمل. سلام عليكم. نسيتم بخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مرحبا، حياك الله. الله يبقيك. الاسم الكريم، ونبدأ عنك وأيضاً نبدأ عن خبراتك ومواهبك وش جاي تقدم في البرنامج. برضو سؤال مفتوح. الحين أنا أتوقع إجابة طويلة. الاسم الكريم، نبدأ عنك، نبدأ عن مواهبك وش جاي تقدم في البرنامج، هذا سؤال يبغى له واحد ينطلق الحين. خلينا نشوف. فالح نويفع العنزي. ونعم. موظف حكومي. فالح نويفع. ونعم. فالح. العمر 27. ايه. المواهب؟ المواهب والله احب الرسم واحب التصوير، والرجال احس صوتي حلو، تقدر تقول منشد. طيب سمعنا صوتك. المشكله تعبان اليوم، صوت مره رايح. ما استفدت من مواهب شيء، احب الرسم، حتى انا والله احب ركوب الطيارات، بس مو معناها هذه موهبتي. احنا نسالك عن موهبتك، مو بوش الاشياء اللي تحبها. والله انا احب الرياضه، بس اني سمنت الحين ما اقدر امارس رياضه مثلا، مو موهبه ذي. موهبتك لما اسالك عن موهبتك قل موهبتي الانشاد مثلا. تفضل انشد. والله تعبان اليوم. ذكرت اليوم متسابق كان منشد، هو على رقم منشد لكنه بس في استديو. هذا المخرج الاول بمشي. يلا صوتي حلو بس اني تعبان، يلا خلينا نشوف. طيب ما كنت تقدر تجي اللجنة يوم عشان؟ والله أنا جايكم من الشرقية، ترى قالوا لي بكرة تعال، بس قلت أنا ما أقدر أجي لليوم. الرسم يعني متشارك في معارض ولا شيء بسيط؟ لا والله رسم العادي. إيه حتى أحتفظ به، ما قد شاركت، ما عندي أي تجربة إعلامية قبل كذا. طيب أوكي. أستاذ عبد الله، أستاذ الدكتور. عندك نشاطات وسائل التواصل الاجتماعي أبرزت موهبتك فيها مثلاً؟ في تويتر، في سناب شات. والله أنا رجل أصور، أحب السوالف وأصور وذا، لكن إني اشتهرت لا أعرف، ولا عندي أي تجربة علمية قبل كذا. طيب أنت داخل البرنامج بأي موهبة يعني اللي تشوف إنك قوي فيها يعني؟ شوف اللجنة ما زالت تبحث عن موهبتك، لأنك يوم قلت أحب الرسم، أحب الإعلام، أحب مدري، هذه مو بجواب، عطني جواب مباشر.
قلت صوتي حلو بس تعبان، يلا هذه المشيه غيرها. لا تتوقع اللجنه تقبلك، هذا مخرج يمشي على اللجنه بعدين ندخل برنامج تقول اوه طلع صوته مو بحلو. لا مو ما نلعب مره ما تجي ابد. بجرب الصوت يمكن يمشي. طيب جربه. جرب عادي. طيب واضح ان الدعوه فيها تجربه. منيب ما انت خلينا نشوف التجربه كيف تجي. طيب بسم الله. اي شيء عادي. اول شيء بصوتي. طيب يقول يا جميل اهقامي يا اطول حال طاوي والله انت بديع على شوفت غليله والله انت بديع على لا ما شفاوي غيري ما بدي ولا بديتي حيله. ادرع الصوت. صح سامي، انا باخذ الحق منك الحين. انا قلت لك انشد ما انشد، حاتم قال لك انشد. انشد الحق، والله اني تعبان بس انا ما ابي ارد. خفت يعني حاتم ولا؟ والله شكلي خوف. اكيد خاف من حاتم. والله ما الومك يا طويل العمر يا فالح، لكن يلا خلينا نشوف غيرها. انا بعطيك درجه ترى ما هي بزينه. سب؟ انا بعطيك درجه ما هي بزينه. افا ليش ابوه؟ اجل باخذ حكمي. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. خلينا نشوف اللجنه ايش تقول بعدين نعلق. حاتم يغش، حتى في اللجنه تغش. ومن يناديناك؟ من يناديناك؟ من يناديناك؟ فالح جاي من اللجنه وجهه بشوش ومبتسم لكن والله ان في توتر. نسأل ونشوف. فالح يلا حيا. حياك الله يا ابو فالح. ايش اللي صار في اللجنه؟ وهل في توتر فعلا ولا قاعد توهم؟ ما في توتر بس اني تعبان بالحياه، جايكم من خط وجايكم من مشوار والله. اي بل عشان كذا تعبان. بشرني ايش اللي صار عند اللجنه؟ ايش تقول للمشاهد؟ ايش اللي حصل جوا بالضبط؟ لانه عرض اللقاء لكن ابغى لان اعتقد انك مرتاح نفسيا اكثر من عند اللجنه الان، فاعطني ايش اللي صار. والله اللجنه تراني رحت وجيت والوضع تمام يا ريحيه جدا. نعم. لكن زي ما قلت لك اللي ممكن اثر علي للحين تعبان شوي. فالح بناء على ردة فعل اللجنة واللي صار جوا من 10 كم يعتقد فالح انه حيقال او يذكر اسمه انه فالح موجود في زد رصيدك ورقم التصويت كذا؟ طيب ممتاز. اعطيك اعطني رقم من 10 نسبة 9 يمكن. والواحد ذا ان شاء الله يوفيه ان شاء الله مجهودك الطيب في هالقرية. ايش تقول للمشاهد ختاما يا فالح في هاللقاء؟ اقول الله يوفق الجميع، هذا اولا يوفق زملائنا اللي مقدمين معنا وان شاء الله نزيد رصيدك السنه ذي غير عن اي سنه فاتت. اكيد بكم وبطاقم هالشباب الفخور اللي وده يخدم وطنه في كافه مجالاته اكيد بيكون غير. اكيد اكيد ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق جميعا. ايش قاعد تسوي بجوالك؟ ما احط المايك عند تمك. وفعلا مسجل. ها؟ وفعلا لا بس نسوي تيست للجنه. لما يسمعك شو تسوي جوالك؟ خفف من التوتر. متوتر مرة؟ شوي. بس أشوفك من اليوم مرة متوتر قوي. لاحظت علي مرة، عشان كذا ما أبغى تدخل للجنة بالشكل هذا أبداً. أنا هنا. هو ترى مع الباب كان 90%. دخلت مع الباب هذا 20%، جلست ويار 5%. أنا خلون هنا عشان أخف من التوتر، فصار الحين. لا لا خلاص التوتر راح. شوف مسكة المايك هذه هي تطيب. أيوة. التوتر كله. فأنا معطي لا، وترى كل ما بعدت ترى مشكلة. ممكن يعطونك مايك جوا يقولونك تكلم. يلا اعتبرني من اللجنة. ترى على فكرة قاعد صار أنا وياك الآن وكل واحد أمر عليه بنفس عشان أوخر التوتر اللي فيه. يا سلام. لما يسألونك وش عندك؟ شوش عندك جاي كذا بيسألك و... صحيح. يا شو عندك جاي؟ أنا حاط السؤال هذا ببالي ومن أبسط حقوقهم يسألون السؤال هذا. طيب. ومن الواجب علينا احنا كمتسابقين نرد. هم جينا نقدم رسالة. شوف هو الفن. لا هنا كلامك ملخبط مرة. قاعد تتكلم ما في أي ثقة. صادق؟ لا شوف أنا منشد. إيه أنت ما قلت أبغاك تقول أنا منشد. كذا تعطيهم كأنك تقول يا حبيب أنا منشد. لا بس كذا بيجون رجع فيه. ايش فيه؟ ما هو على بعضه. قلت انا منشد كذا نطيت بجيبه. هو بيسالك وش اسمك؟ هو لو سالني يقول ايش موهبتك بقول له منشد. انا في نفس الوقت بس
لا 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 كلامك ملخبط جدا وواضح التوتر فيك. انا قاعد اشوف عيونك متوتر مره. لما تدخل اللجنه هذه ترى عندك فرصه واحده، لازم صحيح. تدخل في كامل قواك. صحيح. انا الان اقول لك لا تدخل. ملاحظ بشده يعني صدق. ممكن تطلع برا تاخذ نفس. والله يعني كذا بطلع اصلي. تطلع برا شم الهواء اربع مرات. تعال يلا. هذا فعلا حل صح. روح خذ لك نفس الان. مرر مرتبك وخش جو انه انا صدق جاي هنا عشان اخفف منه. ما يدري انه في كاميرا تصور اصلا. الرجال مره مبعد ما صار نفس. ده لياقه يا رب يوصل، لان مره ما اخذ راحتي بالمشي. ما ادري ايش قاعد يسوي. ها يا ربي وانت ربي. الله يسامحني على هذه العملة. والله أتمنى أنه يلا أقرب. رجع مرة ثانية. قاعد يحوس عند الشجر ويدور، ما أدري شو يسوي عند الشجر. أخاف تجي زكمة. تعال تعال. مستشار جالسك. أنا قلت لك خذ. جالسك المخوي الكبير علم نفس. جالس أقول له أنا في حالة توتر طبيعية. فأرجوك تبون فأرجوك أفزعلي. إلى هذا الحد التوتر؟ جدا. أنا ما أنصحك أنك تدخل اللجنة. لا لا بدخل له إن شاء الله. طب تعال خلنا نمشي. وسلمني على أخوك قل له مع السلامة. استدعناك الله يا أبو سلمان. عطني إياه. خذ الرجال كله معك. أبو سلمان عطني جوال. أبوه ألو السلام عليكم حياك الله شلون عساك طيب؟ أخي كيف حالك عساك بخير؟ أبشرك بخير ونعم اللهم لك الحمد. أبغى أعرف إيش الحوار اللي صار بينك وبين أخوك. حوار عادي جدا جدا ما فيه أي يعني زي ما تقول عبارات يعني أقسى من المطلوب. حوار عادي جدا جدا سواني فقط. طيب هو أساس الرجال متوتر. أساس الرجال هو يقول متوتر ومدري إيش. لا خلك طبيعي أمور طيب إن شاء الله وما فيه. طيب إيش تنصحه أنت الآن؟ سم؟ إيش تنصحه؟ هل في فرص اخرى مثلا؟ هل فيها اوقات ثانيه؟ ما في الان يدخل على اللجنه. انا باذن الله احد المشتركين في البرنامج واذكرك في اول يوم باذن الله عز وجل. ترى ما عندي سالفه بس انت صدقت طلعت. لا بس فعلا قلت يمكن اذا طلعت يصير شيء. طيب تدري شو المشكله الان؟ انه قاعدين ينادون اسمك تو، ولو ما دخلت الان في مشكله بالنسبه لك. سم سم الله يجزاك. قاعد ينادي اسمك بسرعة بسرعة بسرعة. لا شيل عطنا امشي بسرعة. السلام عليكم. انا بس السلام عليكم. سهلا يا مرحبا حياك. سلام. اول متسابق يدخل. هي حرك اللجنة مو بسلام عليكم واجلس. هذه حركة اتفعلت انا صراحة اتفعلت. هلا هلا شلونكم؟ عبدالرزاق عسيري معكم. وعليكم بحارك. عرفنا بنفسك. عبد الرزاق هاي إبراهيم من سكان محافظة محايل عسير، منشد ولي في الإنشاد أكثر من 4 سنوات، والله الحمد أوبريتات وطنية على رسمية وخاصة كذلك. شهادة؟ الشهادة دبلوم ميكانيكا. واضح لأننا لا تهتم بالمؤهل العلمي، لأنه الجامعة تبنيك، المؤهل العلمي يبنيك، يبني يعني قدرات معارف يعني أشياء ما تقاس. لي مواهب معينة وفي مواهب أخرى ممكن يكفيني أنا شهادة بسيطة وممكن ممكن ما أحتاج شهادة أحيانا، بس كوني أهتم بالجانب العلمي ترى هذا يشجع المواهب. ترى الموهبة مو معناها تطلع من الثانوي وتقول الله خذوني. لازم تجتهد على نفسك وتتعب على نفسك. الجانب العلمي يؤثر على الشخصية من حيث تشعر وتشعر. شوف التأثير اللي على حاتم، اللي على فواز،
اللي على الدكتور، كل واحد له تخصص، عشان كذا تأثيره واضح من تخصصه. والعمر؟ العمر 25. سمعنا صوت ولا؟ تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم فوق أرض الله أمطار وتشتهي العين وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس يقمار. هذا عبد الرزاق، بعد 10 سنوات وين تشوف نفسك؟ في القمة بإذن الله عز وجل. يا سلام، بعد 10 سنوات أنا في القمة إن شاء الله. طيب ليش 10 سنوات؟ كان خليت سنتين. ما أدري إيش يعني بعض الأجوبة، يعني أحس إن في جواب يقول لصاحبه يدعني. طيب في قمة إيش؟ ما أنا بعد 10 سنوات وأنت تشوف نفسك وأشوف نفسي في القمة. أنا عمري 25، 35 أنا في القمة. ما أدري هذا عمر القمة ولا لا. يعني تأكد إن ما نضطر كلجنة أو ما تضطر اللجنة تسألك أسئلة زي كذا محددة إلا أنها ما حزت بكريزما، ما حزت بحضور. خلينا نشوف حالك ولا معك احد؟ المستوى الشخصي في القمة. انا اتمنى النجاح النفسي. لا بس في القمة كلنا نتمنى ان نكون بعد 10 سنوات في القمة. ما هي الخطوات التي تسعى لها خلال 10 سنوات لتكون في القمة؟ لاحظ رجعنا للتحديد. اذا لجنة جاءت للتحديد تعرف انها ما لقت شيء، تستبحث عن جواب، يعني عشان تبري ذمتها تبحث عن جواب، تسألك أسئلة محددة 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 عشان تلقى جواب. عشان كذا يسمون هذا الشيء براعة الاستهلال. براعة الاستهلال لما ناس، لما إنسان يدخل علي يجذبني من أول لحظة. لكن من أول لحظة تجي حضوره كان جميل في البداية، لكن إذا عندي موهبة الصوت لازم أبدأ فيها، عندي موهبة الشعر تخرب بيتين، يعني لازم أشد الناس. أنا عندي هالثلاثين ثانية وهالدقيقتين هي اللي بتحدد دخولي للبرنامج الأهم اللي قد يشكل نقطة فارقة في حياتي. شوف لاحظ أني ما قلت النقطة الفارقة في حياتك، نقطة فارقة في حياتك. ممكن عندك أكثر من لحظة، أكثر من برنامج، أكثر من انتقال في الحياة، بالتأكيد أن سيدي رصيدك أحدها. في هذه اللحظة اللي أنت تنتظرها وجاي من بعيد، من الشرقية، من الغربية، من الجنوب، من الشمال، عشان تثبت وجودك، عطني شيء. لا تخلي اللجنة تستجلب منك الحديث. اللجنة جاءت لتستمع لا لتسأل. والله نقدم رسالة عن طريق الفن، وهو الفن هو العنصر، هو العنصر اللي اتفقت الشعوب عليه كله بأنه هو اللي يألف القلوب، مهما كان، سواء الرسم أو شعر أو إنشاد، أي هواية فنية العالم ما يكره أبدا. زيد سمعنا شيء جنوبي؟ جنوبي؟ أنا للأسف أني ما حضرت أي شيء جنوبي، لكن على خشم. نقدر نطلع الجوال؟ طلع الجوال نقدر؟ طلع الجوال، طلع الجوال. الكلام مكتوب فيه. لا ما سمحنا للناس اللي قبله، معلش. يا سلام. 90 يوم ما في جوال. ما في في البرنامج يقدر نطلع الجوال، ولا في لو سمحت وبشوف الأيباد. جزء من مهارتك في البرنامج قدرتك على الاستحضار، قدرتك على الحضور. يمكن في سناب ولا في غير تحط جوالين تقرا القصيدة من الجوال اللي ورا وتسوي نفسك تحافظ عليها، ممكن. لكن في الرياليتي إذا لم تكن حافظاً ما معك كتابك الأشياء التي يجوز أن تحملها في برنامج الواقع. أما ممكن أطلع جوال، هذه تعطيني إشارة مي بجيدة، إشارة ما تعطيني إشارة نجم قادم، لأن جزء من مهارات النجم قدرة الاستحضار. إذا ما عندي أقدر أخرج من هذا الموقف بطريقة جيدة. حاضر. يا لا 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 يا لا لا لا
أبهى والمنبع نهار شفيف والرياح تهز عذق الغروب. تبغى نزيد على الخشب؟ أنت معتمد بس على ما في تبغى نزيد. أنت شايف في عيونهم إنهم يبغون. بعدين القفلة كيف قفلت؟ تبغى نزيد؟ هذه مو قفلة. يعني جزء من مهارتك كإعلامي زي ما تبدأ كويس تختم كويس. هذه أشياء لا تشترى. ممكن تتعلمها. لكن لازم تكون عندك مهارة بسيطة يعني. زي ما أعرف أبدأ السالفة أعرف أختمها. بس على الـ 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 على النوتة يعني تقرأ منها أو تعتمد على جوال. بس ربما هيبة الموقف يعني ما عزنا. طيب كم مباريات وطني أنشدت فيها وغنيت فيها؟ يمكن 4 أو 5. آخر واحد؟ آخر واحد في مهرجان أبها تسوق بحضور الأمير تركي بن طلال. اليوم الوطني عندك شيء؟ اليوم الوطني عندي في محايل أسير بإذن الله. بس إنك ما أنت حافظ شيء منه؟ أي أيوة. ما أنت حافظ شيء محضر شيء لليوم الوطني حافظ شيء؟ من التسجيل كله؟ لا إحنا لسه ما قد سجلت. ما سجلت؟ إيه لسه. طيب في شيء عسيري خطوة شيء من الموروث عطنا. طيب شو؟ لأن إحنا اليوم نقيم كمنشد ترى يعني. طيب. بأي شيء ثاني؟ بعطيكم لحن تام. حتى المصطلحات تامية وربما قد تؤاخذوني على يعني. جيب لك مويه جيب لك شيء. لا ابدا نبغى مستانس. لا ابدا ابدا مستانس. شوف لاحظ في اللجنه هذه حركات معناها انا مرتبك. انا بديت تظهر علي ملامح الارتباك. عشان كذا يقول لك اجيب لك مويه اجيب لك شاي هديك. متى ما ظهر اللجنه انها بحاجه لان تعالج موقفك أو تساعدك عرفت أنك غير مناسب. لأنك لو كنت مناسب ما في البرنامج أحد يهديك. ما في البرنامج أحد يجيب لك موية. الأكل بفلوس في البرنامج. حضورك هو اللي يفرض طريقة تصرفك مع المواقف اللي زي كذا. يعني إحنا طلبنا منك نشيد ترى بس. ما أحتاج كل هذا الارتباك وهذا الخوف. ما أحتاج أبدا. موضوع بسيط. عندي ما عندي أعتذر. ترى حتى اعتذارك إني والله ما حضرت ولا أو ما أشوف إنه مناسب، عطني رد ورني شخصيتك ورني حضورك. ممتاز. أنا ماني بأي أحد يطلب مني شيء بعطيه. وأبغى شخصية زي كذا، أبغى شخصية جديدة تعاند تعطي رأيها تناقش. ثاني مرة وثالث مرة يقول لك عندك تقول ما عندي لكن بعطيكم. اللي قبل ذا الوجيه ما يستانس. يعطيك العافية. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا أشرف خلق الله. يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا لا. طبعا هذه خطوة على مقام الحجاز. يا لا 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 يا لا يا لا 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 لا. وما أنا قمت بعد العصر والقام صبايا جنبي طله قعادة. قلت يا خاطري والعون قلا وشن انت قلت طلب عيشه. أتعبني البنات الخضر هيش معاهم جنب طله قعادة. وأنا قلبي قتيل الحب هيش معاهم لو هبت طله بعيشة. طبعا فيها شقر هذه. صوت جميل جدا. لولا الارتباك هذا اتوقع انك انت اخذت الباب اللجنه كلها. هذا كذا ما بشيء. لو تدخل القريه وتنشد على طول كفايه. والله عاد الاستاذ كل له راي. لو تسمحوا لي دقيقه. انا وانا صغير كنت اتمنى اصبح مدير زي ما سلفت. فمسكت فيني اللي هي الخامه التاثر بالاصوات الضخمه زي مثلا حق جوجل مابز والاخبار. الاتجاه نحو الطريق المنحدره زي كذا. احنا ما نبي الطريق المنحدره.
تبغى الطريق المستوي. بس حتى ما ذكرته في الاخير يعني هذه موهبه يعني ما تطورها وان شاء الله بس ما نبغى نشتت الصنايعه هذه. ما في مشكله ما اقدر ما بقص انك تقدمها الان لكن في القريه ان شاء الله اذا في القريه هبش الوسائل يعني لانها تنوع الصوت جميل فيك صوتك جميل وانا ما الناس اللي يعني يفهم بالانشاد لكن انا عجبتني و... يعني تقليد اصوات تقليد اصوات نوعا ما عطنا كذا سريع كذا زي جوجل ماب في شخصيات في اشياء اجهزه معينه شغلات اكثر شيء تجيده لا مو اجهزه من افلام مسلسلات افلام كرتونيه افلام لا تخلي اللجنه تستجلب الى الحين نفس نفس الفكره تحاول يحاولون يطلعون منك معلومه عندك موهبه التقليد نعم عندي بعطيكم امثله بادر انت عطني تنويع يعني انت فتحت الموضوع انت اللي قلت اتجاهه على الطريق المنحدره طيب خلاص الحين افتحوا معك الباب انت تبغاهم يفتحوا الباب ذا معك عطني مو بكل تخليهم يتداولون ترى هم كان هم يشعرون انهم جالسين يساعدونك يلا قل تفضل لا من يوم فتحوا لك الباب تنطلق مشترك كرتونيه طيب هي الكرتونيه اللي زرعت فيني الافلام الكرتونيه اي عارف بس الجمله نفسها ما ادري ايش اقول صراحه لكن لو تعطيني كلام مكتوب طيب الحين انت قلت انا عندي موهبه جديده اسمها تقليد الاصوات او كذا طيب عطنا والله ما ادري ايش اقول طيب انا منشد عطنا انشاد والله ما حضرت طيب ليش جاي اللجنه يا اخي ليش جاي اللجنه اذا انت تقول انا منشد بس اني ما حضرت انشاد انا اقلد اصوات بس ما حضر اعطوني شيء مكتوب لا ما احنا معطيك شيء مكتوب انت جاي تعطينا مو احنا جايين نعطيك ترى واضح عبد الرزاق يعطيك العافيه تسلم بيض الله وجهك يعطيك العافيه تسلم الله يرضى طول عمرك ان شاء الله يعطيك العافيه شفت انت فتحت باب بس ما عرفت قفله قلت انا الطريق الاتجاه نحو الطريق المنحدر واقلد اصوات طيب افتحوا معك الباب اعطوك خيارات خيار واحد افلام كرتون شخصيات افلام جوجل مابس عطنا قلت والله ما عندي طيب ليش فتحت الباب ده؟ هذه زي نص السالفه اللي يعطيك نص السالفه ثم يوقف ما استفدنا شيء من السالفه دي تعطي انطباع سيء يعني ما تعطي اللجنه تحسسني انه وعود حافظ كلمه واحده وبيقولها او حافظ بيتين بيقولها ثم في القريه بيعيشني 93 يوم ما عندي الا هالكلمه بعيد بيكررها مره مرتين ثلاث وينتظر الضوء الاخضر ومن ينادينا من ينادينا من ينادينا حدثينا حدثينا يا روابي نجد يا روابي نجد يا جبال السرى يا نابع الحسى جددي فينا الحياة حدثينا حدثينا يا روابي نجد يا روابي نجد يا جبال السرى يا نابع الحسى جددي فينا الحياة حدثينا عن أبو ترك العظيم عن أبونا الفارس الشهم الكريم آه عن جهاد جدودنا اللي خلوا حدودنا عن جهاد جدودنا اللي خلوا حدودنا من بحرها لبحر ديرتي كل فخر وكل فخر عبد الرزاق تدري اني احب الشخص الين ادري ان صوته حلو الله يطول عمرك ان شاء الله هذا من طيب راسك ركزت ايش قلت تدري اني احب الشخص من اذا كان صوته حلو احبه زياده قلت لك ادري اني احب تدري اني احب الشخص الين اعرف ان صوته حلو وتكره ليش اصواتكم حلوه احنا لا والله من فضل الله عز وجل ادع الله ان شاء الله اتوقع بالدعاء تجي باذن الله عز وجل العمر شارف على 30 بيجي مع الدعاء شوف حمد عبده ما شاء الله عمره 80 سنة ولا زال يصدح يا أخي ما شاء الله تبارك الله صوت جميل ثقة هو الشخص الوحيد اللي تابعت لقاءه عند اللجنة بالكنترول مطرب اللجنة بشكل غير طبيعي عبد الرزاق هل تعتقد إنه الشيء هذا في مصلحتك ولا كانت خلنا نقول استمتاع وقتي من اللجنة فقط لا والله لمصلحتي أنا ما فكرت في الاستمتاع أبدا بس
حد مهم استمتعوا. أنا ما عندي مشكلة استمتعوا ولا ما س... بس فعلا أنا لاحظت على اللجنة أنهم استمتعوا، فقلت يا ود خلني أجلس معهم. آخر شيء قالوا طلع. الله يحفظك عبد الرزاق. الدكتور تبسم وانت تنشد، هذا أكبر حافز غير مباشر. ما شاء الله تبارك الله، موهبتك جميلة، قبول على المستوى الشخصي، وهذا اللي لمسته في أعضاء اللجنة أنه في قبول لعبد الرزاق الشيء اللي قاعد يقدمه والموهبة اللي هو جاي فيها. من ردة الفعل هذه عبد الرزاق وين يتوقع أنه في القرية بنسبة 10 كم يتوقع؟ والله إن كان لنا فيها خير فالله يسرها بإذن الله عز وجل، إن كان لنا فيها شر فالله يصرفنا، لكن بإذن الله أنها ما جينا هنا أن نقدم كل خير، وكذلك الأعضاء القرية المشرفين على القرية ما بيقدموا للمتسابق إلا كل خير. ما أحتاج رقم من 10؟ طيب 10. طيب ضربة الكتف هذه ليه؟ 10 لأني واثق بإذن الله عز وجل. ماني دخل يعني. طيب عبد الرزاق ايش تقول للمشاهد، ايش تقول للكاميرا، ايش في خاطرك؟ ما في خاطري شيء، بس اللي شاهدني الحين ظل هنا بالتصويت، بعدين اذا 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 شاف اني استحق فتصويته بيعمل فارق. عبد الرزاق شكرا لجمال موهبتك، لانك انت صاحب او الشخص اللي يملكها. شكرا لكلامك الجميل اللي قاعد تقول للكاميرا. اعتقد اني متفائل لك بخير على المستوى الشخصي. ترى والله ما عندي خبر عن اي شيء في اللجنه، لكن احساس، مجرد احساس، قد يخيب اكثر من يصيب. لا زوج، بس ترى ابو فهد صلح فيني مقرب قبل شويه، لكن ان شاء الله انا رد الصلاه صحيح. الايام جايه جميله ان شاء الله لك. الله ييسر امرك يا عبد الرزاق. امرك الله يعطيك العافيه، وباذن الله زي ما علمتك 10 من 10 في القريه. قهوة أبو حنشل، القهوة العربية الأصيلة، مغسولة بطريقة خاصة وسهلة التحضير. أضف الكمية المناسبة حسب الرغبة، وأضف عليها الماء المغلي، ورجها شوي وكيف راسك. عز يا مال العز. طيب أتوقع أنكم شفتوا اليوم معانا مجموعة مواهب مختلفة تماما، شفتوا المواهب الفارقة وشفتوا الناس اللي كانوا عاديين تخليهم عادي، حتى وأنا أعلق ما عندي شيء أعلق عليه. كان لجنة قابلت 100 كلهم أو أكثر من 100 عشان تقدر تختار المجموعة اللي تدخل البرنامج. توقع أنه كان عندهم جهد عالي جدا، جلوسهم 4-5-6 ساعات متواصلة، مقابلتهم متسابقين، وأيضا فرق العمل اللي تسبق اللي تسجل البيانات الأولية وتستقبلهم، كان جهد كبير يشكرون عليه الشباب، وأيضا جهد لسعود فهد وزياد في نقاشهم في الخلف. كل هالجهد هذا عشان نقدر نبرر ذمتنا في الاختيار، ما يجي أحد بكرة في القرية ويكون ما عنده الموهبة التي تليق بالشاشة وتليق برنامج باسم سيد رصيدك. فإن شاء الله أنا متفائل خير من هالنقاش، من تنوع اللجنة، حضور طبيب نفسي، حضور أحد مشهور جدا ومعروف في السوشيال ميديا زي سبيل، وجه إعلامي خبير في برامج الواقع زي فواز، جانب أدبي وشعري وخلنا نقول ينرفز المتسابقين، له هيبة زي حاتم. التنوع هذا يعني جالس يعطي أرقام، جالس أشوف المجموعة كل واحد منهم يقيم تقييمه الخاص، وفي نظرة بعد للمتسابق، النجم واضح من يوم تشوفه. أتوقع أنه جمهور بداية عنده القدرة لاختيار 30 أو 26 اللي بيدخل البرنامج، نقدر نختارهم ونقدر نعرفهم لأنهم حيكونون واضحين وجيدين. يعطيكم ألف عافية وألقاكم في حلقة جاية إن شاء الله.